صباح الخير يا دكاترة. النهاردة هنتكلم على موضوع يعني مهم انكم تبقوا عارفينه كجي بيز طبعا، لان كتير هتتسألوا عليه، هتسألوا عليه كتير من الريلاتيفز ولما تكونوا قاعدين في الوحدة الصحية وكده. فده كلام مهم انك تقدر تقول الانستراكشن للعيانة يعني للست لما تجيلك، لان هي شي از نوت ا بيشنت، يعني هي جاست واحدة ولدت. وبعدين بعد الولادة بيبقى عندها فترة اسمها بيربوريوم. هي البيربوريوم ده قد ايه؟ 6 ويكس. طب وليه حددوه ب 6 ويكس؟ يعني ليه مش 4؟ ليه مش شهرين؟ يعني ايش معنى 6 ويكس اللي هو شهر ونص يعني؟ الماكسيمم يعني. يعني ايه اللي بيحصل فيه؟ يعني ايه اهميه البيربوريوم؟ بالظبط. كل التشينجز اللي حصلت ديورينج بريجننسي، ما في فيزيولوجيكال تشينج ديورينج بريجننسي، ان هو اليوترس بيكبر، ان مش عارف البريست تشينجز، كل التشينجز اللي حصلت ديورينج بريجننسي وريتيرن باك تو نورمال، بس مش ابرابتلي، يعني مش ولدت النهارده بكره ترجع باك تو نورمال، لا بتاخد وقت. طب الوقت ده قد ايه؟ الوقت ده تقريبا 6 اسابيع. فعشان كده ده سموه بيربوريوم، كويس، اللي هو الفتره اللي بتريجين فيها كل التشينجز اللي حصلت في البريجننسي بترجع باك تو نورمال. فبترجع الست بقى زي ما كانت بالظبط، لوضعها، لجسمها، يعني للويت بتاعها، لكل حاجه. المفروض بعد 6 اسابيع او بعد فتره البربوريوم او بعد 40 يوم. فهي دي الفتره بتاعه البربوريوم. فكل التشينجز او الفيزيولوجيكال تشينجز اللي هابن ديورينج بريجننسي، في الوقت ان هي اول ما عرفت ان هي حامل، بريجننسي تست بوزيتيف، بيحصلها تشينجز اللي هو في فيزيولوجيكال تشينجز بتحصل لليوترس والسيرفكس الفاجينا الجينتال اريا كلها البريست هرمونز، يعني كل الحاجات دي تشينجز بتحصل. طيب هتفضل موجوده امتى؟ طول فتره الحمل طبعا. طب وترجع باك تو نورمال امتى؟ بعد 40 يوم. فده مهم جدا ان هو يبقى في بالنا. فبالتالي هنمر كده على التشينجز اللي حصلت ونقول ايه الاخبار بتاعتها، يعني ايه التغيرات اللي هتحصل فيها. طيب الجينتال اورجنز، كان ايه اللي حصل؟ الجينتال اورجنز اللي هم ايه؟ والبريست. المفروض على فكره انا كاتباه لوحده سيبريتلي، بس المفروض انه يبقى من ضمنهم. يعني لو مجازا جالك سؤال الجينتال تشينجز، لازم البريست يبقى انكلودد، لان البريست از كونسيدر ا جينتال اورجن. هو بس في مصر الحته الوحيده اللي يعني بيبقى تبع الجراحه، بس اكشلي البريست المفروض ان هو، يعني لو انت بتذاكر نساء في اي حته في العالم هتذاكر البريست في النساء، لكن في مصر بتذاكر البريست مع الجراحه خلاص. يعني بتوع الناس هم المفروض ان هم بيعملوا ماستكتومي وبريست كانسر والكلام ده، كل ده ريليتد ليهم الا في مصر. في مصر ده تبع الجراحه. فكلمه جينتال تشينجز انكلودنج اليوترس والسيرفكس والفاجينا والفالفا والكلام ده، ومعاهم طبعا التشينجز اللي بتحصل في البريست. ايه اللي هيحصل في اليوترس؟ هو اليوترس وقت الدليفري، وقت الولاده، حد يعرف كان حجمه قد ايه كويت؟ كيلو. بالظبط كده. الويت بتاع اليوترس at the time of delivery، يعني في اخر البريجننسي خالص، بيبقى بيحصل له طبعا بينكريز بهايبرتروفي وهايبوبليزيا ووتر ريتنشن وكده من التشينجز بتاعه الاستروجين والبروجستيرون، لان الاستروجين بيعمل هايبرتروفي وهايبوبليزيا للمسلز، والبروجستيرون بيعمل سكريتوري تشينجز لحد ما تبقى ديسيدوال تشينجز اصلا، وبيحصل شويه ووتر ريتنشن. فكل ده بيخلي الويت بتاع اليوترس بدل ما هو 50 جرام الويت بتاع الجاينيكولوجيكال يوترس بيبقى كيلو، يعني 1000 جرام، بدل ما هو 50 جرام بيبقى 1000 جرام. انتوا متخيلين الفرق قد ايه؟ كل ده نتيجه للهرمونز اللي هو الاستروجين اند بروجستيرون، الايفكت بتاع الاستروجين اند بروجستيرون. فالكيلو ده لازم يرجع تاني باك تو 50 جرام، فبياخد ايه؟ مش تاني يوم، لا، بيبقى بياخد وقت، اللي هو بياخد فتره البربوريوم، او بياخد اللي هو ال 40 يوم او ال 6 اسابيع بتوعنا. ده بالنسبه للوين. طيب يعني بيبقى واصل لحد فين؟ يعني اول لما هو الست بتدليفر، يعني هي دلوقتي كانت عند زيفي ستيرنم لان هي فول تيرم، ولدت وهي على في كشك الولاده كده، المفروض ان انا احس الفاندل ليفل بتاعها عند فين؟ امبليكس. عند الامبليكس. بالظبط كده. يعني المفروض ان هي وانس انها ولدت الفاندل ليفل بيبقى عند الامبليكس. ليه؟ لان هو نزل البيبي والميه والبلاسنتا، ففضل الفاندل ليفل كده. ده بتاع اليوترس بيرسي اللي هو حصل فيه هايبرتروفي هايبروبليزيا، وطبعا الفاسكولاريتي بتاعته بتبقى رهيبه جدا، يعني لان هو فيه هايبرتروفي للماسلز، فبالتالي بقى بلاد فاسلز وبلاد سبلاي كتير قوي رايحين لليوترس عشان يمنتين كل الهايبرتروفي اللي حصل. عشان كده توتالي كونترا انديكيتد انك انت مثلا تعمل مايومكتومي لوحده ست وهي حامل، يعني ديورنج الاوبريشن انت بتعملها سيزاريان ولقيت ان في فايبرويد، اشيله وقتها؟ لا، هيحصل لها هيرويك بليدنج. هيرويك بليدنج طبعا، لان كميه البسل كلها خراطيم ماشيه، ازاي اعمل لها ساعتها؟ وفي نفس الوقت برضو الفايبرويد ده
اكبر حجم ليه في هذا التوقيت، لانه ماكسيمم استروجين اند بروجستيرون، وهو اصلا فات باستروجين بروجستيرون وبلاد سبلاي، فالبلاد سبلاي ماكسيمم استروجين بروجستيرون ماكسيمم، فما ينفعش انك انت تو جو فور ماي ماكتومي ات ذيس تايم خالص، توتالي كونتر انديكيت. امال بعمل ايه؟ بنستنى بعد فتره البربوريوم، لو مش بس كمان بعد فتره البربوريوم، بعد من 3 ل 6 شهور عشان يشرينك ويصغر اكبر حاجه ممكنه ليه، لانه ممكن قوي لما يصغر ما تضطرش انك انت تشيله، ما يبقاش عامل ست مشكله بالنسبه للسيمتومز او كده، وفي نفس الوقت برضو البلاس سبلاي بتاعه هيبقى قل او رجع باك تو نورم. فعشان كده يعني وقتها اليوترس ده بيبقى كبير او واصل لحد الامبليكس نتيجه هايبرتروفي هايبوبليزيا، وبالتالي اكيد البلاس سبلاي بتاع اليوترس اللي واصل لحد الامبليكس غير طبعا البلاس سبلاي بتاع اليوترس اللي هو بيبقى بالفيك اورجان، انت بس بتفحصه بالبي في اكزامينشن، لكن ما تقدرش انك تعمله ابدومينال اكزامينشن لان هو اصلا مش فالت ابدومينال. فاكيد البلاس سبلاي بتاع ده بتاع الاورجان اللي قد كده ده غير خالص البلاس سبلاي بتاع الاورجان اللي قد كده. فعشان كده ما ينفعش انك انت تو جو فور سيرجري على فايبرويد او على حاجه في اليوترس وهو ذيس تايم، لازم بعد فتره البربوريوم، مش بس البربوريوم يعني بنستنى ل 3 ل 6 شهور. فالتشينجز اللي بتحصل في اليوترس ان هو بيرجع باك تو نورمال الحجم بتاعه كويس، والويت بتاعه بدل ما كان كيلو بيرجع ان هو 50 جرام، بدل ما كان عند الليفل بتاع الامبليكس ات تايم اوف ديليفري يعني وانس ان هي ديليفرد، لا بيرجع تاني يبقى بالبيك اورجن ويبقى فالت بس باي بي في اكزامينشن او باي مانوال اكزامينشن. ده التشينجز اللي في اليوترس. طيب اليوترس ده بيبقى لاين بايه؟ اندوميتريوم. طب وقت البريجنسي اسمها ايه؟ اسمه ايه الاندوميتريوم؟ سيسيدو بالظبط كده، لان هو اندوميتريوم ممكن الاندوميتريوم ده يبقى بروليفراتيف او سيكريتوري اندوميتريوم، والسيكريتوري اندوميتريوم ده اللي هو اندر ذا افكت اوف بروجستيرون لو حصل بريجنسي بيبقى اسمه ديسيدو، لان هو السيكريتوري تشينج دي بتبقى ماكسيما يعني ماكسمايزد، فعشان كده بيبقى اسمها ديسيدو. فالديسيدو دي هيحصل لها ايه؟ شنينج، هتبتدي ان هي تنزل، فهينزل عليها هذه ديسيديو او ينزل عليها هذا الاندوميتريوم، فبيبقى كاست بينزل هذا الاندوميتريوم، هيبقى لونه لونها ايه الديسيديو؟ بلاد. فهيبقى لوكي، حتى الديسيديو دي لما بتنزل بيسميها لوكيا، خلاص؟ لوكيا دي في الاول طبعا بتبقى لونها احمر زي ما انتوا قلتوا كده لانه بلاد بينزل عليها، فبيبقى لوكيا روبرا يعني احمر، فبتبقى الاول لوكيا روبرا، وبعدين بعد كده بتكمل ان هي بتنزل بعد ما بقاش فيها سيلز، بقى بس كلها بقت عباره عن يعني زي بلازما، فهيبقى لونها ايه؟ اصفر. اصفر الاول عشان زي بلازما، وبعدين بعد كده اللي هي السكريشن الاكسسيف سكريشن اللي هي بتبقى لونها ابيض. فهو اللوكيا الاول هتبقى عندنا لوكيا روبرا، وبعدين لوكيا يلوش اللي هي السيروزا، وبعدين بعد كده لوكيا البا اللي هو الابيض. اوكي، فدي التشينجز اللي هو في اليوترس سواء من الحجم بتاع اليوترس او الديسيجيا اللي بتبقى كاستد بتنزل. او ده اليوترس وقت الدليفري كويس، بيبقى عند الليفل بتاع الامبليكس، وده بيبقى حجمه بيبقى كبير طبعا. لكن ده اليوترس الجاينيكولوجي اللي هو ست، لو انت بتفحصها وهي ست جاينيكولوجي عادي، يعني حجمه تقريبا زي البلادر، يعني شايفين اليورينري بلادر واليوترس قدها، فهو ده الوضع بتاعه اللي هو الطبيعي اللي هو المفروض ان هو يرجع له تاني باي ذا اند اوف بربوريوم. برضو اليوترس بيبقى عند الليفل بتاع الامبليكس، ويبتدي ان هو ينزل كل اسبوع، حتى لو بتجي لك الست مثلا متابعه او كده فانت بتطمن على ان حجم اليوترس عمال ينزل، او اسمه ايه انه ينزل او يصغر، انفوليوت بالظبط كده، انفوليوشن اوف ذا يوترس. لان لو حصل نون انفوليوشن اوف ذا يوترس ده ليه اسباب، وده حاجه باثولوجيكال. تفتكروا ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى نون انفوليوشن؟ بيربر سبس، يعني لازم انفكشن، يعني لو حصل انفكشن جوه اليوترس اسمه بيربر سبس، ده هناخده المره الجايه. فلو حصل انفكشن جوه اليوترس ده هيخلي فيه سب انفوليوشن لليوترس، او اليوترس ما يرجعش لحجمه الطبيعي. فلما تيجي تفحص العيانه تلاقي ان هو اليوترس عند ليفل بتاع الامبليكس او يمكن اكتر، لكن ما نزلش للوضع الطبيعي، وكمان بيبقى سوفت يوترس طالما ان هو انفكتد، فبيبقى الحاجه الانفكتد بتبقى سوفت عن اللي هو المفروض ان هو يرجع بقى تو بي فيرم تاني، لان اليوترس الطبيعي ان هو فيرم. اوكي، انكونسستنسي. فده بالنسبه للتشينجز اللي بتحصل في اليوترس ده، يعني بعد الدليفري كل يوم بينزل شويه لحد ما يرجع باك تو نورمال. طب السيرفكس يا دكاتره في الناني بارا بيبقى بين بوينت، بيبقى زي نقطه كده، لكن في المالتي بارا اللي ولدت قبل كده، سواء ولدت على فكره طبيعي او قيصري، اللي ولدت قبل كده لان حصل لها سيرفايكال تشينجز، يعني سيرفايكال اللي ولدت بسيزاريان سكشن يعني قبل ما يحصل لها سيرفايكال تشينجز، ممكن يفضل بين بوينت. لكن كان حصل لها سيرفايكال تشينجز، يعني ابتدى يحصل لها سيرفايكال دايلاتيشن، لكن لاي سبب من الاسباب انك انت ولدتها سيزاريان فيتر ديستراس بقى، يعني فيلير اوف بروجرس وات ايفر كان الكوز بتاعها، بس كان ابتدى يحصل لها سيرفايكال دايلاتيشن، ده السيرفكس بتاعها بيبقى زي سليت شيب
ما بيبقاش بين بوينت، بيبقى سليت شيب. وده انت بتشوفه في الجاينيكولوجي لما تيجي تفحص واحده جايه لك في الجاينيكولوجيكال كلينيك وتحط سبيكولوم كاسكو سبيكولوم وتبص على السيرفكس، السيرفكس بتاع اي واحده نالي بارا كويس او نالي جرافيدا او نالي بارا يبقى بين بوينت كده، لكن السيرفكس بتاع واحده مالتي بارا يعني ولدت قبل كده بيبقى زي سليت شيب. ودي تشينج بتفضل بقى موجوده، يعني دي حاجه بيرمننت هتفضل موجوده، يعني بعد البربوريوم هيفضل برضو السيرفكس بتاعها يا اما سليت شيب يا اما بين بوينت على حسب هي يعني برايمي بارا ولا مالتي بارا، او كانت والده يعني سيزارين او والده طبيعي سيزارين من غير سيرفايكال تشينجز، من غير ما يبتدي يحصل لها سيرفايكال دايليتيشن. ما تقولكش الست انا الرحم بتاعي ما بيوسعش، ما فيش حاجه اسمها كده، هو كل الرحمات بتوسع، لكن هي ممكن تكون ان هي ايه اخذت اندكشن اوف ليبر وفيلد اندكشن ماشي، لكن ما فيش حاجه اسمها اصلا الرحم بتاعي ما بيفتحش، ما فيش يعني هو ممكن يبقى فيلد اندكشن لكن ما فيش حاجه اسمها الرحم بتاعي ما بيفتحش يعني. ده بالنسبه للتشينج في اليوترس، سواء اليوترس ده كان اليوترس نفسه البادي اوف ذا يوترس او كمان الديسيديوا اللايننج بتاعه الديسيديوا من الديسيديوا او اللوكيا روبرا ولوكيا سيروزا ولوكيا البا اللي بتنزل، وبعدين بعد كده السيرفكس سواء كان بين بوينت وبعدين بيرجع تاني يبقى سليت شيبت، وبيفضل بقى سليت شيبت على طول طالما ان هي ولدت قبل كده مره. في سؤال لحد دلوقتي جزء الرحم اللي ما بيفتحش ده، يعني ما هي حصل فيلد اندكشن ما هو فعلا كده ما فتحش. ايوه بس هل تقدر تقول ان هو كان بين بوينت ما حصلوش سيرفايكال تشينجز خالص ولا افيسمنت ولا 1 سنتيمتر سيرفايكال دايليتيشن؟ يعني هي الست هتقول لك ما فتحش، هل معنى كده ان هو ما كانش فيه ولا سنتيمتر سيرفايكال دايليتيشن؟ ما انت لو فضل ان هو مثلا 2 سنتيمتر دايليتد لكن فيلير اوف بروجرس اللي هو وقف عند كده مثلا فتره طويله اوكي، لكن ما فيش سيرفكس ان هو مش هيرسبوند تو بروستاجلاندينز لو اديتها او اوكسيتوسين، لكن ممكن ما يبقاش اللي هو يجي لها افيشنت كونتراكشن لكن انت تعمل لك بروبر سيرفايكال دايليتيشن، لكن لازم هيبقى فيه سيرفايكال تشينجز. انا قصدي ان هو ما فتحش خالص، ما فيش سنتيمتر دايليتيشن، لكن مش ان هو ما وصلش ل 10 سنتيمتر سيرفايكال دايليتيشن. فقصة ان هي بتقول لك يعني الست ممكن تقول لك كده لا اصل انا بولد قيصري اصل الرحم ما فتحش. ايوه ممكن الكلام ده يبقى المره اللي فاتت، مش انه حاجه يعني مش ان دي تخليها انديكيشن فور سيزارين سكشن اصل الرحم بتاعها ما بيفتحش، لا مفيش حاجه اسمها كده. انت هتعملها اندكشن برده المره دي وتشوف اذا كانت ممكن هي ترسبوند تو اندكشن والشيب بتاعها يبقى اوبند ودايليتد وكل حاجه مفيش مشكله. يعني ده اتس نوت ا بيرمننت انديكيشن فور سيزارين سكشن. لما تقول لك اصل الرحم بتاعي ما فتحش المره اللي فاتت لا اصل الرحم بتاعي ما يفتحش، ده اتس نوت ان انديكيشن. انت في الحمل اللي فات ما وصلتيش لفول سيرفايكال دايليتيشن واتيفر الريزن بقى كانت ايه وقتها، لكن مش معنى كده ان انت فيزيولوجيكلي حاجه كده، لان ده اتس نوت فيزيولوجيكال اصلا اوكي، الا لو كانت هي بقى عندها سيرفايكال بروبلم يعني سيرفايكال ديستوكيا نتيجه ليه مش عارف فايبروزس في السيرفكس حاجه زي كده، لكن غير كده الطبيعي ما فيش حاجه اسمها اصل الرحم بتاعي ما بيفتحش. يعني ده مش زي كيفالوبلك ديسبوبورشن اصل الحوض بتاعي ضيق، لا الحوض بتاعك ضيق ده بونز ده هتفضل كده الحوض ضيق على طول، لكن الرحم ما بيفتحش ده حاجة temporary كانت او يعني وقت هذا الدليفري، لكن ده مش معناه ان انت you have a permanent indication for cesarean section عشان السيرفكس بتاعك ما بيحصلوش dilatation اوكي. طيب ده بالنسبه انا بس الكلمه دي قلتها لكم لان كتير بتسمعوا ست بتقول لك انا اصل الرحم بتاعي ما فتحش مفيش حاجه، وبعدين ممكن يكونوا هي ولدت مره cesarean عشان failure of induction فتاني مره ولدت cesarean عشان قالوا لي عشان انت cesarean قبل كده، فهي خلاص في بالها هي ولدت ثلاث مرات قيصري اصل الرحم بتاعها ما بيفتحش اوكي. فده اول تشينجز بتحصل اللي هو في اليوترس. طبعا برضو الفاجينا نفس القصه، يعني الفاجينا بدل ما كانت يعني تقريبا بتوصل لكام وقت الدليفري يا دكاتره الفاجينا طولها هي هتعدي ايه بيبي طوله قد ايه؟ 50 سم. 50 سم ايه ده اطفال يا جماعه 50 سم. طب هي الاوريجينال لينث اوف ذا فاجينا قد ايه؟ من 10 سم سواء الانتيرير وول عشان انتيرير وول اقصر والبوستيرير وول انتيرير وول اقصر طبعا عشان السيرفكس نازل فيه والبوستيرير وول 10 سم، ف7 على 10 سم بيوصل لات تايم اوف دليفري 50 سنتيمتر عشان ياكوموديت البيبي. فانتم متخيلين الفاجينا بتبقى قد ايه ستريتشبل ودايليتبل عشان الرجيل اللي موجوده فيها، فات تايم اوف دليفري بتبقى تقريبا الرجيل دي مش موجوده بتبقى فلات فاجينا وتبتدي تريجين تاني الرجيل اللي موجوده فيها كده باي ذا اند اوف بربوريوم اوكي. برده الفالفا معديه بيبي 3 كيلو مثلا افريج ويت، فطبعا هتبقى سبيست يعني الليبيا هتلاقوها ان هو بعاد عن بعض وهيبقى الانترويتس ده باتيولس او وايد انترويتس ده الطبيعي، لكن بعد كده هيبتدي تاني ان هو يريجين الالاستيستي والتنسايل سترينث بتاعته وكده فيرجع تاني ان هو يبتدي ان هو يقفل شويه. فدي كلها تشينجز كانت بتحصل يعني في الجينيتال اريا سواء كان في اليوترس او في السيرفكس او الفاجينا او الفالف. طب البريست ايه الـ changes اللي during pregnancy موجودة في الـ breast وها
هتخلص بقى بعد عند البربوريوم ولا هيحصل لها ايه؟ ده هتبتدي او تزيد اكتر، ده هتزيد يعني اكتر لان هيبقى عندنا لاكتيشن. فيعني ده من التشينجز اللي هي لا دي هتفضل موجوده وكمان هتزيد. طب ايه التشينجز اللي بتبقى موجوده في البريست باي ذا تايم اوف ديليفري؟ حجمه بيبقى ايه؟ انكريز طبعا عشان اللاكتيفرس جلاندز وكده، لان هو متكون البريست ده من اللاكتيفرس جلاندز وفات، فالفات ممكن ما يتغيرش لان مش المفروض يعني الست وزنها يزيد عن هو المفروض وزنها يزيد كام باي ذا اند اوف بريجننسي؟ 12 ل 14 كيلو. بقيه الزياده بقى اللي هو 20 كيلو والكلام ده، ده بيبقى هي بتاكل، هي حر يعني، ده مش تبع الحمل، مش تبعنا احنا. احنا اللي تبعنا اللي هو 3 كيلو ونص بتاع البيبي، الكيلو ونص بتاع الميه، الكيلو بتاع اليوترس، النص كيلو بتاع البلاسنتا، يعني دي كلها الحاجات اللي هي ريليتد للبريجننسي. ممكن 2 3 كيلو بالكتير كده سولت اند ووتر ريتينشن عشان البروجستيرون، لكن غير كده بقى ده فات ريليتد تو ايتينج، مالناش دعوه بيه. فهو المفروض ان هو ال 14 كيلو دول او 12 14 كيلو اللي هي زادتهم during delivery يعني at the day of delivery، يعني هي ولدت النهارده الصبح على بعد الظهر تبقى خسرت 7 كيلو. طب ما هو طلع منها 7 كيلو اللي هو 3 كيلو ونص البيبي وكيلو ونص الميه اللي هو لتر ونص بتاع الامنياتيك فلويد ونص كيلو بتاع البلاسنتا، البلاسنتا وزنها 500 جرام، اليوترس هيبتدي يحصل له انفوليوشن فهتبقى خسرت هو تقريبا كده بتاع يعني 5 ل 7 كيلو. بقيتهم بقى اللي هو due to salt and water retention موجودين هيبتدي ينزل المية اللي هي كانت متجمعة في جسمها ده، فبعد the end of purpurium ترجع تاني وزنها زي ما كانت في بداية الحمل اللي هي زي ما ابتدت كده جسمها في أول الحمل ترجع له تاني في بعد 6 شهور ال pregnancy ال purpurium 6 أسابيع ال purpurium. فده المفروض الطبيعي ان هو يحصل له البريست، بس هو حجمه مش هيرجع لحجمه طبيعي، بالعكس لان اللاكتيفرس جلاندز بتبقى ازيد كتير نتيجه للميلك سكريشن، فهو ده حجمه بيبقى يعني بيبقى زايد. وممكن يحصل لها حاجه اسمها ميلك انجورجمنت. ميلك انجورجمنت اللي هو الميلك اللي موجود يفضل متجمع جوه البريست وما يخرجش، فده اسمه ميلك انجورجمنت. تلاقي ان هو البريست بتاعها بيبقى زي تنس، فيري تنس كده، وممكن يحصل فيه انفلاميشن. فمهم قوي انك انت تقول للست دايما ان هي تعمل ميلك اكسكريشن، يعني مع طبعا فريكوينت بريست فيدنج وكده، كل ساعتين انها تردع وتردع مره من اليمين ومره من الشمال الترنيتنج عشان ما يبقاش دايما من ناحيه واحده. لكن في نفس الوقت لو كان البيبي بياخد اقل من اللبن اللي هي بتكونه، اقل من الميلك فورميشن بتاعها، هي لازم تعمل اكسبريشن للميلك ده حتى لو عملته ديسكارد. هي كل ما تعمل اكسبريشن للميلك كل ما الميلك فورميشن هيزيد. هو الميلك فورميشن ده نتيجه لاني هرمون؟ برولاكتين. ميلك فورميشن ده ديوتو برولاكتين، والبرولاكتين طبعا بيزيد جدا ديورينج بريجننسي وديورينج لاكتيشن. طب امال ان الميلك يخرج بره؟ اوكسيتوسين. بالظبط كده، يعني الميلك فورميشن ده برولاكتين، والميلك اكسكريشن او اكسبريشن تو ذا اوتسايد او الميلك لاتنج داون ايفكت ده بيبقى ديوتو اوكسيتوسين. والاوكسيتوسين بيعمل ايه تاني؟ كونتراكشن. فدايما تقول لك ايه، انا وانا برضع بلاقي في انقباضات جامده او مغص في بطني وبلاقي ان الدم بيزيد عليا. طبيعي، لان هي مع الرضاعه في اوكسيتوسين سكريشن، والاوكسيتوسين ده هو مش بيشتغل بس على البريست، هو هيشتغل على كل حاجه في جسمها، اللي هو يعني في ريسبتورز لسه موجوده لان احنا لسه في فتره البربوريوم، فريسبتورز موجوده في اليوترس، فاليوترس برضو هيحصل له كونتراكشن، ودي حاجه كويسه عشان يهيب في الانفوليوشن بتاع اليوترس ويرجع تاني لحجمه الطبيعي بسرعه. فدي من الحاجات الكويسه، فان هو يكون عندها حتى بنقول عليها افتر بينز، يعني بينز موجوده افتر ديليفري. طب ليه بيجي لها افتر بينز؟ ما هي ممكن يجي لها براكسون هيكس اللي هي بيفور قبليه عشان تبريبير اليوترس. طب امال الافتر بينز دي ليه؟ افتر بينز او البينز اللي بتيجي افتر ديليفري دي نتيجه للاوكسيتوسين اللي هو ريليزد من الميلك سكريشن، من الميلك اكسكريشن، فبالتالي ده بياكت برده على اليوترس فيعمل كونتراكشن في اليوترس ويهلب انه الديسيديو دي تنزل او اللوكيا تنزل ويحصل انفوليوشن تاني لليوترس ويرجع تاني للحجم الطبيعي بتاعه. فده البريست تشينجز. طبعا الاول الميلك ده بيبقى كولوستروم اللي هو بيبقى التكوين بتاعه اكتر فيه امينوجلوبولينز وبروتينز اللي هو محتاجها فعلا البيبي دلوقتي عشان الاميونيتي بتاعته، وبعدين بعد كده يبتدي بقى يبقى الكونتنتس بتاعته اكتر في الكربوهيدراتس والفات وكده. عشان كده التيست بتاع الميلك البريست ميلك بيبقى مش زي الفورمولا ميلك. فهو الفورمولا انهي بيبقى احلى؟ فورمولا طبعا، لان هو فيه زي شوجري وكده وفات كونتنت اكتر. فهو لو البيبي يعني عودوه الاول على الفورمولا ميلك نو واي ان هو يرجع ياخد البريست ميلك.
فعشان كده دايما نقول لها لا حاولي قوي انك انت ترضعي، ولازم تعملي مجهود في الرضاعه، لان الرضاعه دي مش بالساهل، مش عادي كده ان هي تمسك البيبي ويرضع. هي المفروض هي تتعلم ترضع ازاي، وهو يتعلم كمان يعمل ساكلينج ازاي، ان هو لان الساكلينج ده يعني اتس ان افورت البيبي بيعمله، وهي كمان برده بتعمل افورت ان هي تعمل اكسكريشن كده للميك لحد ما تجمعه ورا النيبل والاريولا، بحيث ان البيبي يقدر ان هو يشفطه اسهل. فبتلاقوا حتى الست ماسكه دايما صدرها كده كانها بتعصر او يعني بتجيب الميلك تورز النيبل عشان تسهل شويه الافورت اللي بيعمله البيبي في الساكلينج. فايتز مجهود غير خالص ما تبقى ماسكه له البيبرونه ونايمه على نفسها وهو كمان عمال، يعني طبعا مجهود، بس لازم اتورس ان هي تعمل القصه دي عشان البيبي الاميونتي بتاعته، وعشان هي كمان بروتكشن اجينست بريست كانسر كده. فيعني مهم قصه ان احنا نبروموت بريست فيدنج او لاكتيشن، وعلى الاقل اول 6 شهور اكسكلوزيف بريست فيدنج، ما ندخلش معاه حاجات اكسترنال كده. وهي كمان لما بيحصل بريست فيدنج ده البرولاكتين طبعا بيعلى قوي، بيبقى الليفل بتاعه عاليه، والاكسيتوسين ماشي عرفنا الاكسيتوسين والايفكت بتاعه. البرولاكتين لما يبقى عالي بيعمل لنا ايه؟ امين ري بالظبط، بيعمل انهيبيشن للاوفيليشن ويعمل لنا امينوريا. فاللي بتبقى فعلا بتعمل اكسكلوزيف بريست فيدنج هيبقى عندها لاكتيشن الامينوريا، وهيبقى ما عندهاش اوفيليشن. فكميثود اوف كونتراسبشن ممكن تبقى يوزد، بس المشكله ان هو هتريجين الاوفيليشن الاول وبعديها تريجين المنسس، يعني الاول تبقى اوفيلاتري وبعدين تمنستريت، مش الاول تمنستريت وبعدين تبقى اوفيلاتري. ودي مهمه جدا، لان لو كانت الاول بتمنستريت هتبقى الارمنج ساين، خلي بالك ده انت خلاص دلوقتي بقيتي اوفيلاتري، فاستخدمي حاجه كونتراسبشن لو ما كنتيش بتستخدمي. لكن المشكله ان هي الاول هتوفيليت، طب افرض بعد الاوفيليشن ده وهي بتعمل امبروتكتنج انتركورس وما بتاخدش كونتراسبشن مع الاوفيليشن، حصل لها بريجننسي، هتكمل امينوريا، بس امينوريا ديوتو بريجننسي نوت امينوريا ديوتو لاكتيشن الامينوريا. فتفوجئ ان هي حملت على وهي بترضع، تقول لك انا كنت برضع نظيف، نظيف يعني ما بيجيلهاش بيريد وهي بترضع. طب انا ازاي حملت؟ ايوه لان جالك الاوفيليشن الاول وده طبيعي، وحملتي وانت وقت هذا الاوفيليشن وكملتي امينوريا عشان الحمل وليس عشان البريست فيدنج. فمهم قوي حتى اللي بيرضعوا عندهم لاكتيشن الامينوريا، طبعا اللي بترضع وما عندهاش لاكتيشن الامينوريا لازم تاخد كونتراسبشن، لكن اللي بترضع وعندها لاكتيشن الامينوريا تاخد ولا ما تاخدش؟ تاخد برضو، لان 60% هي انوفيلاتري، لكن هتبقى اوفيلاتري ات تايم بيفور منسز، فبالتالي الميثود دي مش هتبقى افيشنت ولا هتبقى افكتيف عشان كونتراسبشن. دي 60% بس افكتيف، وطبعا اللي عايزه كونتراسبشن 60% بالنسبه لها دي مش حاجه لطيفه، يعني تقريبا نصهم ممكن يحملوا. طب ما هو كده ما هو طبيعي عادي في اي حاجه probability نص ممكن يحصل كده ونص كده. فاي واحده ست بترضع نظيف او يعني عندها لاكتيشن الامينوريا برضو لازم تاخد كونتراسبشن. فده بالنسبه للجينيتال تشينجز والبريست تشينجز وامتى بتريجين المنستريشن. في سؤال يا دكاتره؟ بعد كده بقيت التشينجز بقى بيحصل لنا في يورينري تشينج، تفتكروا ايه اليورينري تشينجز اللي هتحصل؟ يعني هل الست هيبقى عندها ريتنشن ولا دايوريسيس؟ الطبيعي احنا بنتكلم فيزيولوجيكال مش باثولوجيكال، يعني الست ودت عادي حتى من غير ابيزيوتوم من غير اي حاجه، المفروض ان هو اليومين الجايين هيبقى عندها دايوريسيس يعني هتخش التواليت كتير، ولا هيبقى عندها ريتنشن اوف يورين؟ دايوريسيس طبعا، لان كان عندها سولت اند ووتر ريتنشن ديو تو بروجستيرون ايفكت. طب الميه دي هتروح فين كلها؟ خلاص هتبقى اكسكريتد، فيحصل لها دايوريسيس، فالطبيعي انه يحصل لها دايوريسيس. لا انا في واحده شفتها ريتنشن، ايوه احنا بنقول الطبيعي ممكن يحصل لها ريتنشن طبعا لو عامله ابيزيوتومي وبين وكده، فعشان كده مش قادره تخش الحمام من كتر البين بتاع الابيزيوتومي، فممكن باثولوجيكلي يبقى فيه ريتنشن، بس الطبيعي دايوريسيس. بمعنى لو جات لك بتشتكي انها بتخش الحمام كتير، ما تقولهاش مثلا روحي علي لي سكر انت عادي بقى، ممكن طبعا تبقى يعني دايبيتك، بس يبقى جالها دايبيتس يعني. بس هل الكومن انه جالها دايبيتس بوست بارتم؟ يعني يظهر اكتر امتى؟ during pregnancy ولا during postpartum؟ طبعا pregnancy، لان pregnancy هو الدايبيتوجينيك ستيت وبيبقى الهرمونز اللي هي سكريت من البلاسينتا والكورتيزول والاستروجين والبروجستيرون كل ده، لكن بعد الدليفري ده بالعكس، ده لو هي كانت ماشيه على دوز انسولين ده احنا بنقلله لها عشان الميتابوليزم بيبقى عالي مع البريست فيدنج واللاكتيشن، فبتخش منك في هايبوجلايسيميا لو انت كنت ماشيه على نفس الدوز، انت لازم تغير لها الدوز. فمش منطقي ابدا ان هو ما يظهر لهاش الدايبيتس during gestation ويظهر لها في البوست بارتم، اوكي؟ فيعني مش منطقي كده تيجي تقول لك انا عندي دايورسيس اروح احلل لي سكر لحسن تبقي عندك جالك سكر، يعني تبقى انت يعني دكتور شويه يعني مش كده غريب التفكير. فيعني اكتر ان هو دايورسيس ده فيزيولوجيكال، يعني ده عادي عشان كان في ميه متجمعه في جسمك فطبيعي. ده حتى ممكن قوي تلاقوها جايه بتقول لك ايه، انا رجليا ورمت، يعني انا ولدت وبعدين بعد كده دلوقتي عندي انكل اديما، ما كانش عندي اديما قبل كده، انت جالك بي اي اتش يا مدام،
يعني مش منطقي برضو بوست بارتم بيها يعني يعني هو المنطقي اكتر ان هو برضو الميه باي جرافيتي الاديمه اللي متجمعه كانت في كل جسمها بتنزل لحد ما تبقى في رجليها فتقول لها اتحركي وتمشي وكلام من ده الاديمه دي هتريزولف هتاخد لها وقتها وتريزولف اوكي فطبيعي ده كلها فيزيولوجيكال تشينجز لازم تبقوا عارفينها عشان ما تبقاش بالنسبه لكم انتوا تبقوا الارمد ولا اريتيتد وكده على حاجه هي فيزيولوجيكال ده طبيعي ان هو يبقى عندها سولت اند ووتر ريتينشن عشان البروجستيرون وانس ان هي الجستيشن خلص فالبروجستيرون افكت ده راح فلازم الميه اللي موجوده دي تنزل هتنزل في صوره ايه يا اما دايوريسيس بيبقى تنزل في الباي جرافيتي في الانكلز لحد ما بعد كده تبقى برضو ابزورب اوكي فده نورمال تشينجز في البربوريوم ان هي بتحصل طيب بالنسبه للباول هيبقى عندها دايريه هيبقى عندها كونستيبيشن الباول موفمنت هيبقى اخبارها ايه يعني لسه هتبقى لان الست اول ما بتولد ما بتبقاش بتتحرك قوي يعني الباول موفمنت او الموشن بتاعتها مش هتبقى يعني نورمال قوي فممكن تبقى في الاول عندها شويه كونستيبيشن لحد ما تبتدي هي تتحرك وتموف وكده فتبتدي ان هي ترجع تاني للباول هابتس بتاعتها بس طبيعي انه ممكن في الاول يبقى عندها كونستيبيشن فانت تنكرج هير ان هي تشرب طيب سوائل كتير تتمشى كتير تاكل حاجات فيها فايبرز تديها لاكسيتيفز لا ليه تردع ولو اديت لها لازم تقول لها ان ده هينزل في الميلك فالبيبي هيجيله دايريه عشان ما تروحش جري لدكتور الاطفال الحق انا ابني عنده دايريه مسيتك اللي ماشيه على لاكسيتيفز هو ده بينزل في اللبن فطبيعي هيجيله دايريه فمهم الحاجات دي مهمه جدا حاجات بيزكس بس دي حاجات مهمه عشان ما تبقاش هي برده يعني تبقى اريتيتد وتقلق وكده على ما فيش يعني فده بالنسبه لليورينري والباول تشينجز طب بالنسبه للتمبريتشر والفايتال ساينز بقى بتاعتها اخبارها ايه اول 24 ساعه ممكن يبقى فيه رياكشنري تمبريتشر يعني التمبريتشر تعلى شويه لحد 38 درجه بس اول 24 ساعه بس لو فضلت يعني دي فيزيولوجيك لان كان الحكيمه تقول لك ان هو ايه ده حرارتها 37.8 يا دكتور ما نقولش لا دي بيربل سبسس والحق وبتاع لا حتى في الديفينيشن بتاع البيربل سبسس هناخدها المره الجايه هنبقى اكسكلودنج اول 24 ساعه لان ممكن فيزيولوجيكال انه يحصل لها رياكشنري فيفر او بايركسيا نتيجه للاحزائي وطلق ومش عارف ايه وكده يعني رياكشنري نتيجه للبروسيدجر اللي حصل ان هو يبقى حصل لها شويه تمبريتشر كده لحد 38 بس مش اكتر وتقعد 24 ساعه وبتروح يعني بعد 24 ساعه ما تلاقيش التمبريتشر دي موجوده فده طبيعي ده عادي ما فيهوش مشكله برضو البلاد بريشر لو كانت هي هايبرتنسيف او كده لا هيرجين او هيريتيرن باك تو نورمال لان هي خلصت احنا ولدنا البلاسنتا فالمفروض كل الفاسكولار اندوثيليال سيل دامج اللي كان موجود ده وكده نتيجه للميتابولايتس اللي سكريتد من البلاسنتا ما بقتش موجوده فبالتالي يرجع البلاد بريشر بتاعها باك تو نورمال في سؤال هنا يا دكاتره طيب مانسي احنا قلنا هترجين امتى البلاد تشينجز هل في blood changes كانت موجودة during pregnancy؟ coagulation كان عالي كان في clotting factors كتيرة factor 2 و 7 و 9 و 10 كل دول زادوا فبرانش والكلام ده كل دول زادوا ودول زادوا عشان يجارد against postpartum hemorrhage فيعني دي حاجة فيزيولوجيكال ربنا عاملها عشان يجارد against postpartum hemorrhage طب وقت البربوريوم احنا محتاجين انه يدى clotting factors دول عالية ولا it will return back to normal immediately؟ ها؟ محتاجينها ولا مش هو عشان نعرف نرد على هذا السؤال هو البوست بارتم هامرج ده باي ديفينيشن لحد امتى لحد الاند اوف بربوريوم البرايمري في الاول كويس والسكندري بيكمل معانا لحد الاند اوف بربوريوم فبالتالي احنا محتاجين هذه الكلوتينج فاكتورز طبعا محتاجينها وعشان كده حتى لو كانت الست دي اصلا لوبس انتي كواجلانت او ماشيه على كليكسان او كده كنا بنوقفه لها بعد الولاده على طول بنوقفه لها امتى يعني احنا بنوقفه لها طبعا قبل الولاده ب 24 ساعه عشان ما يحصلهاش بليدنج ديورينج بريجننسي طب وبتديه لها تاني بتكمل لها البروفيلاكتيك دوز بعد الدليفري ولا لا اللي قالوا لحد امتى واللي قالوا لا ما هقول لهم لحد امتى ايه ما هو اللي قالوا لا يبقى لا لكن اللي قالوا لحد امتى بنكمله لحد اخر البربوريوم ليه لان الكلوتينج فاكتور حضرتك بتبقى موجوده زياده يعني لايبل هي عندها كواجولوباثي وهيفضل عندها كواجولوباثي لحد الاند اوف بربوريوم فعشان كده لو كانت هي اساسا انت ماشيها على كليكسان لازم تكمليه لحد الاند اوف بربوريوم لان هي لسه اللي جد عليها ده بالعكس ده الكواجولوباثي اللي عندها لسه موجود والكلوتينج فاكتورز لسه موجوده بزياده عندها وهتفضل موجوده لحد الاند اوف بربوريوم فتفضل ماشيه على البروفيلاكتيك دوز دي لحد الاند اوف بربوريوم وبعد الاند اوف بربوريوم ترجع بقى الكلوتينج فاكتورز باك تو نورمال فساعتها مش محتاج انك انت تفضل ماشيها على كليكسان لان الدي بي تي وكده هتبقى لايبل ان هي تجيلها طول فتره ده بالعكس بقى ده البوست بارتم دي بي تي اعلى من انتي بارتم دي بي تي
عشان الستيزس اللي هي بتبقى يعني هي بتبقى دايما انها قاعده وما بتتحركش كتير برده وكده, والكلوتين فاكتور الماكسيمم, فبالتالي دي عرضه ان يجي لها بوست بارتم دي في تي اكتر من الانتي بارتم دي في تي, فلازم تكمل لها البروفلاكتيك دوز لو كنت انت ماشيه على بروفلاكتيك دوز لحد الاند اوف بيبول. فده بالنسبه للبلاد تشينجز. في حاجه مهمه جدا جدا برده المنتل ستيت يا دكاتره, هو يعني في مصر يمكن مش بنتكلم عليها قوي بس اتس فيري امبورتنت, لان البوست بارتم بلوز بوست بارتم ديبرشن وبلوز وسايكوزس دي ستيجز. المايلد فورم اوف بوست بارتم افكشن بتبقى اسمها بوست بارتم بلو, وبعدين بعد كده في بوست بارتم ديبرشن, واخر حاجه او يعني لفيري سيفير فورم اللي هي بوست بارتم سايكوزس اللي هي ممكن الست بقى يعني تقتل ابنها والحاجات اللي انتوا بتسمعوا عنها كده بتتكتب حكاياتها في الجرايد. بس دي اتس ريلي فيري امبورتنت لانه هو طبيعي ان هو مع الولاده كويس, يعني الست ولدت الاتنشن بتاع كل الناس اللي حواليها اللي كانوا دي حامل واكلوها والاثنين وبتاع واخبارك ايه والكلام من ده, كل الاتنشن ده يعني في الكالتشر بتاعنا ما بيبقاش برده للست, بيروح فين؟ للبيبي. كله للبيبي بقى, فهتلاقي كل الناس بقى راحه على البيبي ولبسه ومش عارف ايه وزي الفل بتاعه, وهي قاعده لوحدها كده مجوزها يا عيني, يعني محدش بيقرب منها, وحتى جوزها اول ما بيتولد البيبي بتلاقيه راح على السيرفو وراح بعد كده على الحضانه فوق وطلع وناسي ان في واحده كده كانت بتولد حد. فيعني فالفكره ان هو لازم هيجي لها شويه ديبرشن, بلس ان هتلاقي البادي فيجر كونفيجريشن بتاعها برده مختلف, يعني يعني ما احنا بنقول ان هي مش بترجين على طول تاني يوم, لا هي لسه في عندها ويت لسه موجود لازم ان هو ينزل. طبعا هي بقت شغاله يعني بس بتصحى كل شويه عشان تردع وتنيم, يعني برده هتبقى اللايف ستايل بتاعها هيبقى لازم يؤدي الى شويه ديبرشن طبيعي, فهي لازم هيمروا ب يعني بوست بارتم منتال تشينجز اللي هي في صوره البوست بارتم بلوز, ده طبيعي يعني طبيعي انها هتمر في هذه الستيج لان كلهم بيبقى الاتنشن اكتر رايح للبيبي, كلهم هيبقى البادي كونفيجريشن بتاعها لسه ما وصلتش للويت بتاعها, لسه برده الابدومن الابدومن بتاعتها بتبقى هانجنج, عشان كده هنقول ان احنا لازم تعمل رياضه وكلام من ده, لسه البريست برده بتوعها هيبقوا يعني كبار وعندهم تشينجز غريبه عشان وهي لسه هي عماله تقوم كل شويه عشان خاطر البيبي وترضع البيبي وتغير للبيبي والكلام ده, وقليل قوي 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 طبعا في الكالتشر بتاعنا اما تلاقي ان هو جوزها بيقولها لا نامي انت انا هروح اغير له ولا كده يعني, فطبعا هتبقى البوست بارتم بلوز دي منتشره او موجوده. فايت فيري امبورتنت ان هو انت تاخد بالك وهي جايه لك في البوست بارتم كير فيزيت اذا كانت هي عندها سام اليمنت اوف ديبرشن ولا لا, عشان من بدري بدري تروح محولها لعياده السايكايتري لو هي محتاجه سبورت. ومن قبل كده كمان مهم بروفيلاكتيك ان هو يعني تنكرج الفاميلي والناس اللي حواليها وكده ان هم يعملوا لها سايكولوجيكال وسوشيال سبورت, لان هي شيز ان نيد اوف سايكولوجيكال اند سوشيال سبورت في هذا التوقيت قوي اكتر من ديورينج بريجننسي, لان ديورينج بريجننسي كده كده هي هتاخد الكير بتاعها, ده هي بتيجي للدكتور النساء هي بتتكلم غير انا اصلها تعبانه اصل ظهري مش عارف ايه, وكلنا طبعا لا معاكي حق لا كلنا عمالين بقى نسبورت وانس ان هي ولدت ما خلاص يا مدام انت تعبانه من ايه ما كل حاجه راحت لحالها يعني مش كده ولا ايه, فهي مش قادره تشتكي لحد, وحتى لما تيجي تروح مش بنت فيزيت الاوبستريشن هي بتفيزيت البيدياتريشن عشان خاطر ابنها, فهي مش هتروح تشتكي البيدياتريشن. فايز فيري امبورتنت السوشيال سبورت ان احنا نعمله للناس او الستات يعني بعد ما يولدوا عشان ما يخشوش مننا في بوست بارتم بلوز او بوست بارتم ديبرشن. بلوز محتاجه سايكولوجيكال سبورت وسوشيال سبورت. الديبرشن ممكن تبقى محتاجه تريتمنت ميديكال تريتمنت, طبعا السايكوز محتاجه هوسبيتاليزيشن لان دي خطر عليها وعلى البيبي وعلى المجتمع, فهي دي محتاجه هوسبيتاليزيشن. فالبوست بارتم بلوز دي هي اللي محتاجه سايكولوجيكال وسوشيال سبورت, وممكن ما تحتاجش ميديكيشن, هي بس محتاجه سبورت من الانفايرمنت يعني اللي حواليها. طيب لما تجيلك بقى الست في يعني هي ولدت النهارده, لو ولدت طبيعي خرجها امتى, ولو ولدت قيصريه خرجها امتى؟ طبيعي ممكن لغايه 6 ساعات بالظبط, طبيعي 6 ساعات وخلاص طالما مفيش بوست بارتم هامريج اليوترس كونتراكتد كل حاجه ماشيه كويس ابتدت تردع ما عندهاش مشكله خلاص بتخرج مفيش مشكله خالص. طب القيصري 24 ساعه 24 ساعه عشان ايه؟ يعني ليه 24 ساعه؟ ليه كلمه 24 ساعه؟ ايه اللي انت مستنيه في القيصريه ما كنتش انت مستنيه في الولاده؟ باول موفمنت بالظبط كده, انت فتحت بريتون فتحت بطنها فانت مستني الانتستاينال موفمنت تحصل فتباس جازس, فعشان كده انت بتقعدها 24 ساعه لان اكسبكتد ان جازس تباس في خلال 24 ساعه, لو شديدن الباس يبقى بتخليها لحد ما تباس جازس, هو اهم حاجه تطمن بس ان الانتستاينال موفمنت كويسه قبل ما تخرج العيان. فانت الديسشارج بيبقى يا اما يوميها تقريبا لو هي والده طبيعي بعد 6 ساعات, يا اما ثاني يوم لو هي والده قيصر. طب معنى كده ان هو الوند انت شلته لو كنت عامل قيصري او مثلا او طبيعي وعامل ابيزيوتومي انت الوند حصل له هيلينج؟ لا طبعا. طب فبالتالي انا محتاجه ريتيرن فيزيت, يعني اقول لها تيجي لي امتى؟
اسبوع بعد اسبوع لانه اكسبكتد انه السكن هيلينج بتاع السيزاريان بعد اسبوع والابيزيوتومي برده في الفالفا بعد اسبوع فبجيلي بعد اسبوع عشان اطمن ان هو دلوقتي يعني يعني الوند بقى هيل افك لها الغرز لو انا مخيطاها حاجه يعني نون ابزوربابل اطمن على الجرح ان هو ما فيهوش مثلا اوزنج ما فيهوش حاجه واطمن برده على الابيزيوتومي وند وطبعا كده كده الابيزيوتومي وند احنا بنعمله تفتكروا بابزوربابل ولا نون ابزوربابل ستيتشز ابزوربل طبعا لو في حد بيفك ابيزيوتومي ما حدش هو ابزوربل ستيتشز الجسم بيمتصها بس بتطمن على الهيلينج ان هو كويس ما فيش اوزي ما فيش باس سكريشن ما فيش حاجه من الوند فبتقول لها لازم تجي لك بعد اسبوع عشان تطمن انت على الحاجات دي اللي هو لو في وند لو كده ان هو دلوقتي بقى تمام طيب وبعد كده تشوفها امتى احنا بنتكلم على الفيزيولوجيكال هي ما عندهاش مشكله هي بس بتتابع بعد كده تحب تشوفها امتى انت شفتها بعد اسبوع احنا لسه ما قلناش الانستراكشن احنا بس بنتكلم على تايمينج شفناها بعد اسبوع وبعدين اقول لها ايه اشوفها تاني امتى بالظبط بعد الاند اوف بيربوريوم عشان تطمن بقى يعني انت دلوقتي شفتها بعد اسبوع بعدين تشوفها بقى بعد الاند اوف بيربوريوم عشان تطمن ان كل التشينجز اللي كانت موجوده جيني بريجنسي ريتيرن باك تو نورمال يوترس حجمه بقى طبيعي كل حاجه رجعت لوضعها الطبيعي وتتكلم معاها برده على كونتراسبشن عشان ده التايم بتاع الكونتراسبشن لو هي عايز تاخد حاجه لمنع الحمل فتقول لها مثلا لو بتردى خلاص خذي حاجه بي او بيز او بروجستيرون اونلي سواء انجكشن امبلانتس مش عارف يعني تتكلم معاها بقى عايز تركب اي دي تتكلم معاها في الكونتراسبشن فده عشان كده الريتيرن فيزيت اللي هي بتاعه الاند اوف بيربول طب الريتيرن فيزيت اللي هي بعد اسبوع دي ايه الانستراكشنز يعني انت بصيت على الابيزيوتومي وند وبصيت على السيزارين سكشن وند ايه الانستراكشنز اللي انت تحب تقولها للست اللاكتيشن بقى تتكلم معاها على اللاكتيشن وعلى البريست فيدنج وازاي تكير للبريست بتاعها عشان ما يحصلهاش نيبل كراكينج ما يحصلهاش بريست انجورجمنت ما يحصلهاش بريست انفكشن او ابسس انها تحط كريم على طول بعد الرضاعه وتشيله طبعا قبل ما البيبي يرضع الحاجات دي تالترنيت البريست فيدنج ان هو يبقى اكسكلوسيف كل ساعتين يعني بتتكلم معاها طبعا على البريست فيدنج او اللاكتيشن ايه كمان اكسرسايز مهمه قوي ان هي تبتدي ان هي تموف وتتحرك يعني هي ولد تقول لها خلاص بقى انا هقعد اريح كده في السرير لا ولا تريح ولا بتاع ده انت اساسا عرضه ان يجيلك دي بي تي فلازم تتحركي وكمان عشان الماسلز وكل الاورجنز دي والليجمنتس وكده اللي كانت ريلاكس نتيجه للبروجستيرون والريلاكسين والكلام ده يرجع تاني باك تو نورمال فانكرج هير ان هي تامبيوليت وتموف وتتحرك لو هي والده طبيعي تعمل كل الاكسرسايزز بقى يعني بعد اسبوع دي كل الاكسرسايز انكلودنج بيجلز اكسرسايز يعني مهم قوي البلفيك فلور ماسل اكسرسايز عشان مش بريديسبوز تو برولابس فتعمل كل اكسرسايزز لو هي والده طبيعي لو هي والده قيصري بتبتدي بابدومينال وول ماسلز خفيفه اكسرسايز ابدومينال وول ماسلز اكسرسايز خفيفه زي مثلا ان هي مثلا بتشفط بطنها وبتسيبها شويه يعني هي تعمل حاجات صغيره تتمشى كتير كده لحد ما بعد الأربعين عشان بس ما يجيلهاش يعني انسجنال هيرنيا بعد الأربعين هو اللي تقولها بقى اعملي كل حاجه اكسرسايز عادي جدا وتتنططي وتتشالي وتتبقي كل اللي انت عايزاه عشان تريجين الماسل سترينث والتنسايل سترينث بتاعه الماسلز طب امال كتير قوي تقول لك لا انا هلبس ابدومينال باينجر ده سيمتوماتيك ملوش مش ده شكلا ده حضرتك شكلا عشان شكل بطنك ما يبقاش بتاع لكن هل دي خلت المسل بتاعتها تبقى اقوى بالعكس ده انت تخيل لما تحط بايندر على حاجه بالعكس المسل هتبقى مور لاكس بعد كده فده منظرك لو انت مثلا عندك خروجه النهارده بتاع لكن هي ملهاش حاجه ان هي بتقوي العضلات بتاعتها فهي لازم تعمل اكسرسايز يعني قصه الابدومينال بايندر ده شكلا يعني سيمتوماتيك تريتمنت عندك صداع خدي اسبرين لكن مش ان هو اصله ضغطها عالي فما ادناش علاج للضغط بس هي احنا قللنا بس الصداع وبس فالشكل بقى كده لا شكل خارجي كمان لكن هي زي ما هي لاكس عبد الله ناصر فمهم جدا ان هي تعمل اكسرسايز احنا بنقول لها على اللاكتيشن نقول لها على الاكسرسايز سواء الابدومينال اكسرسايز او الكيجلز اكسرسايز بالبيك فلور والاثنين احنا محتاجينهم سواء كانت والده طبيعي او قيصري ما حتى الوالده طبيعي دي محتاجه ابدومينال وول ماسل اكسرسايز مش هي كانت بطنها بقت قد كده وبعدين رجعت تاني فلازم اللاكس دي لازم تعمل لها اكسرسايز بس دي ممكن تبتدي الاكسرسايز على طول من اسبوع لكن اللي هي الثانيه الوالده القيصري هي اللي تستنى لحد ال40 وتعمل الاكسرسايزز بتاعتها بنكلمها على الكونتراسبشن لو هي بريست فيدنج يبقى لازم تبقى بروجستيرون اونلي لكن ممكن طبعا في حاجات لوكال كونتراسبشن واي دي لكن ما ينفعش يبقى حاجه فيها استروجين والا هينهبت اللاكتيشن بتاعها طبعا الابيزيوتومي وند والوند بتاعنا بنبص عليها عشان ما يكونش فيه انفكشن قلنا قصه الابدومينال بايندر نفهمها انه ممكن يبقى عندها دايوريسيس ونقول لها على الباول موفمنت ان هي تريجليت الاكل بتاعها والميه وكده احسن ما نديها لاكستيفز عشان ما يحصلش دايريا بالنسبه للبيبي وبتريتيرن امتى بقى للديلي اكتيفيتي بتاعتها بعد البيبوريوم لا ايوه طبعا بعد اسبوع ده بعد اسبوع لو والده قيصري لو تاني يوم لو والده طبيعي
ده هي بتولد في الغيط وتروح تكمل مش عارف ايه بتاعها. فعادي اصل هي ده ولاده, ده الولاده ده فيزيولوجيكال حاجه نزلت البيبي, وكل ما تتحرك بدري وبسرعه كل ما يبقى احسن لها كل حاجه, حتى ريتيرن باك تو نورمال طبيعي. لكن اللي هو لا لحد ال40 هي قاعده عند امها بقى وفرخه مكان اللي مش عارف ايه والحاجات دي, لا يعني كل ما تتحرك بدري كل ما يبقى احسن لها, يعني مش كده ولا ايه؟ فده بالنسبه ليه الريتيرن ديلي اكتيفيتي. طب وتريزيوم الانتركورس امتى؟ بعد دي بعد البوريوم. يعني ساعات حتى بتقول لها وانس ان هو اللوكيا تبطل, لان هي كتير ان هو مش بتفضل اللوكيا على فكره 40 يوم كاملين, بس بس هي تبقى واخده بالها ان هو بقى لو هي هتريجن الانتركورس قبل ال 40 يبقى لازم عند اليوم ال 35 تبتدي كونتراسبشن. اوكي, تبتدي كونتراسبشن احتياطي عشان انت مش ضامن تكون هي بتعمل اكسكلوزيف بريست فيدنج, عندها فعلا لاكتيشن امنوريا وانوفيليشن ولا لا. اوكي, في سؤال في النورمال في البوريوم يا دكاتره؟ هو المفروض بعد 48 ساعة تلاقيها ان هي رجعت back to normal. اوكي, بس انت بتفضلي ماشياها يعني بتقيسي لها الضغط regularly عشان لو ما رجعش بعد 48 ساعة المفروض ان هو في نهاية البربوريوم خلاص, بس اكترهم بعد 48 ساعة بترجع back to normal. في سؤال يا دكاترة؟ طيب احنا النهاردة الاساسي بتاعنا كان الانكولوجي, كويس؟ الانكولوجي قبل ما ابتدي اصلح الريفيجن بتاع الانكولوجي, السكيم ده مهم. السكيم ده احنا مش جديد على فكره, قلناه قبل كده بس انا جمعته لكم تاني عشان لقيتكم في الامتحان الشخص كل مره بيجاوب حاجه مختلفه, فاللي هو حسيت ان هو مفيش كونسبت واضح في ذهننا, فلازم الكونسبت يبقى واضح عشان تبقى على الاقل انا يعني كونسايز مع نفسي, مش كده ولا ايه؟ يعني نفس الغلطات يمكن مش هلاقيها ساعات موجوده ساعات لا. طيب الباب سمير, هو كان عندها مشكله في الباب سمير, يعني الاوفيريان ما كانش فيه مشكله اللي هو الريسك اوف مالجنسي اندكس وان احنا نعمل الترا ساوند والسي 125 ده ما كانش فيه مشكله قوي في الاجابات بتاعتكم, لكن اللي كان فيه مشكله واضحه وصريحه الباب سمير, الانتربريتيشن بتاع الباب سمير. فانا هقوله عشان ما يعني تبقوا انتوا عارفين بحيث ان احنا ما نوقفش على كل الاسئله بتاعته, لو طبعا انتوا يعني فهمتوها خلاص, لكن لو لسه عندكم كويشن هنقف عليها طبعا. فالريزلت بتاعت الباب سمير يا دكاتره, هو باب سمير ده سايتولوجي, اتس نوت اتيشو بايوبسي. يعني ايه سايتولوجي؟ يعني سلس, انت بتاخد سلس. فالباب سمير هيطلع لك الريزلت بتاعتها يا اما لو جريد سكويمس انترا ابسيلين نيوبليزيا, يا اما هاي جريد سكويمس انترا ابسيلين نيوبليزيا, يعني لايزيل او هايزيل, او حاجه اتيبيكال سيلز اوف اندتورمي سيجنيفيكانس, يعني مش عارفه اقول عليها هايزيل ولا لايزيل, يعني اللي هي اسمها اسكس. فهيطلع لك يا اما لايزيل الباب سمير الريزلت بتاعت السكريننج, طبعا ممكن تطلع نورمال, بس لو هي ابنورمال ممكن تطلع نورمال, ممكن تطلع انفلاماتوري سمير, او ممكن تطلع لك حاجه اللي هي لايزيل او هايزيل. لو طلعت لايزيل بنعمل لها ايه؟ بتريبيت الباب سمير بعد 6 شهور, كويس, وخلال هذه الست شهور انت بتدي لها تريتمنت اوف انفكشن لان ممكن تريزولف لوحدها. ده لو هي لايزيل. لو طلعت لايزيل يبقى انا بعمل لها ايه؟ بريبيت الباب سمير بعد 6 شهور, كويس, لو واغلبهم هترجع باك تو نورمال. اوكي, هتريسبوند اوتوماتيك التريتمنت وترجع باك تو نورمال. فاحنا بنعمل لها بندي لها تريتمنت لمده صغيره يعني, وبعدين ريبيت الباب سمير, تدي لها تريتمنت للانفكشن او كده اسبوع اسبوعين, وبعدين تعمل لها تريبيت الباب سمير بتاعها بعد 6 شهور. طب لو هي هايزيل, هاي جريس كوميس انترا ابسيلين نيوبليزيا, لا ده ريسكي, الهايزيل ده ريسكي, فلازم انا اروح اعمل لها كولبوسكوبي وبايوبسي. كولبوسكوبي يعني اعمل ماجنيفيكيشن, لان كلمه هايزيل ده معناها ان السيلز دي ابنورمال وهاي جريد ابنورماليتي, فبالتالي ممكن تبقى مش بس عامله مايكروسكوبيك ابنورماليتي, لا وجراس ابنورماليتي اشوفها لو كبرت السيرفكس, كبرته قد ايه؟ 20 مره, اللي هو بالكولبوسكوبي. كولبوسكوبي يكبر 20 مره, فبالتالي اروح اعملها كولبوسكوبي بلس ماينس بايوبسي. طبعا ممكن قوي ان انا احتاج بايوبسي, كولبوسكوبي اند بايوبسي. ده لو هي هايزيل. يبقى لو هي لايزيل بعمل لها بريبيت الباب سمير بعد 6 شهور, اوبزرفيشن كونزرفيشن وريبيت الباب سمير بعد 6 شهور. طب لو هي هايزيل اعمل لها كولبوسكوبي وبايوبسي. طب لو هي اسكس, على حسب الاسكس ده اسمه اتيبيكال سايز اوف اند تيرم سيجنيفيكس, انا مش عارفه طب اتعامل معاه ازاي. لو هي ان بيشنت اوف لو ريسك بيشنت تعامل معامله اللايزيل, لو هي ان بيشنت اوف هاي ريسك بيشنت تعامل معامله الهايزيل. طب مين هم اللو ريسك والهاي ريسك بيشنتس عشان نبقى عارفينهم, عشان لما يطلع لي اسكس كده اقول لها ايه؟ خدي 6 شهور علاج وتعالي لي عشان اعيد لك الباب سمير, ولا اقول لها لا تعالي نعمل كولبوسكوبي وبايوبسي, على حسب العينه اللي قدامي دي هاي ريسك ولا لو ريسك. لو هي لو ريسك, لو ريسك اللي هم مين؟ لو هي لسه صغيره قوي في السن, يعني لسه بدايه السكشوال اكتيفيتي بتاعتها, او ست كبيره قوي يعني فوق ال 65 سنه 70 سنه برده السكشوال اكتيفيتي ما بتبقاش قوي. اوكي, فدي هتبقى بالنسبه لي لو ريسك.
لكن لو هي في الوقت التشايلد بيرنج بيريد اللي هي الماكسيمم سيكشوال اكتيفيتي بتاعتها لا دي بالنسبه لي هتبقى هاي ريسك. طبعا لو هي سنجل بارتنر عندها سنجل بارتنر دي لو ريسك، لكن لو عندها مالتي سيكشوال بارتنرز دي هتبقى هاي ريسك. لو هي عامله اتش بي في تيستينج دي ان اي وطلع نيجاتيف يبقى دي لو ريسك، لو طلع بوزيتيف يبقى دي هاي ريسك. فدول البوينتس اللي بتدور عليهم لو هي قالوا لك اسكس طب سنها قد ايه، طب عندها قالوا لنا مالتيبل سيكشوال بارتنرز ولا لا، طب قالوا لنا الاتش بي في بتاعها اخباره ايه، لو طلعت ان هي هاي ريسك يبقى ساعتها هتعمل لها ايه كولبوسكوبي. لو طلعت ان هو لا ده سنها لسه صغير دي لسه بدايه السيكشوال اكتيفيتي او دي سنها كبير قوي، او طلع ان هي اساسا يعني سيكشوال بارتنر هي متجوزه بس وما عندهاش مالتيبل سيكشوال بارتنرز ولا حاجه، او لو ما جابوش سيره الاتش بي في تيستينج خلاص، لكن انت بتشوف مين اللي هو مديهولك، يعني مش لازم يديك الثلاثه، اي واحده من الثلاثه تحدد لك اذا كانت عيانتك دي لو ريسك او هاي ريسك. يعني مش لازم الثلاثه موجودين تقول لا لا ادتني اثنين بس، طب انا حد كده ازاي، اي واحده فيهم اي واحده فيهم، بس احنا بنقول كلهم ايه عشان ايه الكي ووردز اللي انت بتدور عليها عشان تعرف عيانتك دي لو ريسك او هاي ريسك. تاني احنا الباب سمير بنعمله انتربريتيشن ازاي، هو طلع بنعمله يعني فولو اب ازاي، يا اما بيكون لايزيل لو جريد، يا اما بيبقى هايزيل اللي هو الهاي جريد او اسبس. اللو جريد ده بتريبيت الباب سمير بعد 6 شهور. طب الهاي جريد لا بتعمل لها كولبوسكوبي وبايوبسي. طب الاسكس، الاسكس على حسب، لو ان لو ريسك بيشنت تعامل معامله اللايزيل اللي هو تريبيت الباب سمير بعد 6 شهور. طب لو كانت الاسكس دي ان هاي ريسك بيشنت يعني واحده من دول، يبقى ساعتها تعامل معامله اللايزيل اللي هو عامل لها كولبوسكوبي اند بايوبسي. واضح يا دكاتره؟ لا 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 تريتمنت من 6 شهور، هي الباب سمير بعد 6 شهور، لكن انت ممكن لو طلعت هي انفلاماتوري سمير بتدي لها مثلا بروميد دوكسي سايكلين حاجه التريتمنت للانفكشن. في سؤال يا دكاتره؟ واضح ده مهم، ده مهم للغايه، لان بتلاقي عليه تباديل وتوافيق واسئله كتير كده، يعني فالكونسبت هو ده بس، واتفر هو يديك ايه بقى ويلعب العاب كتيره، هو ده الكونسبت بتاعنا اللي بندور عليه. يعني لايزيل بنعمل لها كده، هايزيل بنعمل لها كده، اسكس في مين؟ في واحده لو ريسك يبقى لايزيل، في واحده هاي ريسك تبقى هايزيل، بس كده. كويس. لو هي لو ريسك بتعملي السكرين بروتوكول بتاعك امتى؟ لو هي لو ريسك كل 3 سنين. لو هي لو ريسك كل 3 سنين. طب لو هي هاي ريسك كل سنة بتعملها كل سنة لحد 3 سكسيسيف نيجاتيف ريزلتس، يبقى ساعتها ترجع تاني تبقى لو ريسك او تبقى زي بتوع لو ريسك اللي هي كل 3 سنين. فهي كل سنة خلاص الا في سوري كل 3 سنين الا في الهاي ريسك بتبقى كل سنه. فده السكريننج بروتوكول، يعني امتى بعمل لها روتين باب سمير. يعني هي تيجي تقول لك انا جايه فور ماي باب سمير، ايوه انوال ولا 3 ييرز. لو هي لو ريسك يعني معظم البوبوليشن بتبقى كل 3 سنين الا الهاي ريسك منهم. كويس. الهاي ريسك اللي هو مالتيبل سيكشوال بارتنرز كان عندهم اتش بي في بوزيتيف حاجه من الهاي ريسك دول، دي اللي بتعملها لها كل سنه. اوكي. في سؤال يا دكاتره؟ يبقى احنا ممكن نزود على ده اللي هو ده 3 every 3 years وده هيبقى every year. بعد السيرجري بترجعي تاني بيز لاين، ما انت خلاص بقت عاديه دلوقتي، فترجعي تاني بيز لاين وتشوفي بقى هي عباره عن ايه. اوكي. عشان انت دلوقتي هي هاي جريد يعني حاجه فيها ابنورماليتي كبيره خلاص، فهي ما كانتش طبعا. لو عندك لو جالكوا واحده يعني فيها ماس هتعملها باب سمير؟ لا طبعا. الباب سمير بنعمله لو ابيرنتلي نورمال سيرفكس، لو السيرفكس ابيرنتلي نورمال بعملها باب سمير، لكن ابيرنتلي وجروسلي في عندي ليجن هاخد منه بايبسي على طول باب سمير، ايه اللي هعملها؟ انا بعمل باب سمير دي سكريننج عشان اشوف هي نورمال ولا ابنورمال، لكن لو هي ابنورمال من بابه كده باينه هاخد منها بايبسي على طول خلاص. طيب فهنا في الهايزين دي كانت ابيرنتلي نورمال بدليل ان انا عملت باب سمير. طب ابيرنتلي نورمال حتى لو كبرتها برده ابيرنتلي نورمال، ما اعرفش اكبرها واشوف، يعني اعمل كولبوسكوبي واشوف، فممكن لو كبرتها الاقي انه في ماس اقدر اخد منها تارجت بايوبسي، يعني مش كده ولا ايه؟ يعني تلاقي ان هو لا في ليجن وضحت فتقدري انك انت تاخدي منها تارجت بايوبسي. فعشان كده دي فكره الكولبوسكوبي، لان الكولبوسكوبي دي يعني هاي جريد مالجنسي او يعني سوري هاي جريد ابنورماليتي خلاص، فدي ممكن لو كبرتيها ال 20 مره بتوع الكولبوسكوب يبان لك ابارنتلي او جروسلي الليجن ده ايه، فتقدري انك انت تاخدي منه بايوبسي. لكن طبعا لو من بابه عندنا ليجن مفيش رول للباب سمير، الباب سمير بتتعمل لو ابارنتلي نورمال،
لو هي مش ابارنتلي وهي في ابنورماليتي موجوده ما لاقيش حد بيقول لي اعمل لها باب سمير. باب سمير ليه حضرتك؟ عشان اشوف هي نورمال ولا ابنورمال. هي ابنورمال ما هي ابنورمال هي قدامك يعني اعمل لها ليه باب سمير؟ انت بتعمل باب سمير لو ابارنتلي نورمال عشان تشوف هي سايتولوجي يعني الحاجه اللي انت مش شايفها مايكروسكوبيكال يعني هي نورمال ولا ابنورمال. لكن لو جراسلي هي ابنورمال خلاص بقى ما فيش رول للباب سمير. ما هو ديفينتلي السايتولوجي بتاعها هيبقى ابنورمال ولا ايه؟ مش هي جراسلي ابنورمال هتبقى السايتولوجي نورمال. فتاخد منها تيشو بقى بايوبسي تيشو بايوبسي عشان يقول لك فيها انفيجن فيها بتاع لان هو في ابنورماليتي. بس الابنورماليتي دي عباره عن ايه؟ خلاص يبقى محتاجين ناخد تيشو بايوبسي من الابنورماليتي اللي احنا شايفينها او ناخد الابنورماليتي كلها لو كانت حجمها صغير سنتي 2 سنتي حاجه كده يعني ممكن تتشال كلها على بعضها فناخد منها تيشو بايوبسي ونبعتها تتحلل فيقول لنا كمان الدبث اوف انفيجن 3 مللي 2 مللي 1 مللي عشان اقدر اعمل لها ستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس. واضح؟ في سؤال يا دكاتره؟ ايوه مش هتنيميها جنبك خلاص يعني يعني ما نعملش 3 شهور لا ما نعملش ما نعملش ولا كمان اسبوع اطمن عليكي يا مدام عشان نريح ده. لا ما نعملش هو ضميرنا مستريح بالست شهور هو ربنا هو هو الايفيدنس بيز منزله كده يعني بحيث ان لو جاله وماتت في السكه انت هو ايفيدنس بيز كده يعني هي ماتت لحاجه ثانيه وليس ديو تو كانسر سيرفكس. هي موجوده تقريبا بعد 3 شهور فمش فاهمه ايه اللي بعد 3 شهور وايه اللي بعد 6 شهور. لا 3 لـ 6 شهور فانا يعني هو من 3 ل 6 شهور فطالما قالت من 3 ل 6 شهور فانت بتمشي على 6 شهور. ها في سؤال كان هنا. لو هي ست كبيره بقى يعني هي 70 سنه بقى وبقى لها على طول الثلاثه انيوال اللي انت عملتها بتعمليهم على طول نيجاتيف وصلت ل 65 70 سنه فساعتها ممكن تقولي خلاص هي بقى لها 10 سنين نيجاتيف وما فيهاش اي حاجه خالص وزي الفل وريلاتيفلي يعني السكشوال ريليشن مش هتبقى قوي فممكن توقفي السكرين. واضح يا دكاتره؟ في سؤال؟ واضح الفلو تشارت او السكيم واضح في ذهننا ده مهم مهم جدا جدا جدا. طيب نبتدي نحل بقى الانكولوجي. لازم ورقه او كتب. طبعا انتوا هتدوني تيست 12 النهارده كويس وهاخد منكم تيست بتاع الريفيجن بتاع الجاينيكولوجي يوم الثلاث. ريفيجن الجاينيكولوجي هاخده منكم يوم الثلاث. الناس اللي ناسيه ريفيجن الجاينيكولوجي هاخده الثلاث لان احنا الخميس مش هنتقابل عشان مؤتمر فالحد لما نتقابل هصلحه فلازم اخده منكم الثلاث. امال هديهولكم اصلحه ازاي؟ فهو ريفيجن الجاينيكولوجي هتديهولي اللي هم ال 150 سؤال دول هتديهم لي ان شاء الله يوم يوم الثلاث. اسماء عدلي يا رب ما عدلي الانكولوجي بتاعها معايا. طب نبتدي بقى التصحيح. يعني بليز لو انت من الحاجات كنت عامل على ده تشيكينج فقبل ما نقول ليه ده لو لقيت ان تنطبق عليها كده وبالنسبه لك اوكي خلاص هنعديها مش كده ولا ايه؟ ولا احنا ليه قعدنا نص ساعه في الاول كده؟ هو الباب سمير ده بيتاخد منين؟ السيرفيس والفولت اوف ذا فاجينا. فانت بس ما عملتيش فاجينكتومي. الباب سمير يا دكاتره هو 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 كلمه باب دي يعني ايه؟ بابا نيكولاو الراجل يعني هو الراجل اسمه بابا نيكولاو فاحنا واخدين باب من اسمه لكن هو بياخد سايتولوجي هيستوباثولوجي او سايتولوجي منين؟ من السيرفكس ومن الفورنيسز اوف ذا فاجينا او من الفولت اوف ذا فاجينا مش بس السيرفكس. يعني هي طبعا السكرين بيبقى اكتر للكانسر سيرفكس لان الكانسر سيرفكس هو اللي كومن كان كانسر فاجينا از نوت كومن ات اول لكن انت بتعمله بعد ما تشيل السيرفكس لان هو ممكن كان يبقى فيه ميتاستاسيس وما كانتش باينه او كده فعشان كده بتروح عامل لها برده يعني سكريننج بباب سمير من الابر فاجينا كويس عشان تدكت لو كان في مايكروسكوبيك انفيجن وانت ما يعني ما شفتهاش وكده كده انت ما تقدرش تقول بالبايوبسي كانت ايه ما انت ما فيش بايوبسي ما البايوبسي عندك يعني انت ما شلتوش يعني ما شلتش الفاجينا الفاجينا موجوده فلازم تعمل لها باب سمير برده بعد ما بتشيل السيرفكس لحد ما يبقى عندها نيجاتيف ريزلتس وست كبيره وكده فساعتها بتبطل. لكن الباب سمير ده بيتعمل مش بس للسيرفكس سيرفكس اند فاجينا بس طبعا شهرته اصعب كتير جدا في السيرفكس لان هو ده الكومن وكده لكن كانسر فاجينا ده اكستريملي رير لما قعدنا نشرحه ده اكستريملي رير فما بنعملش من الفاجينا اللي مش محتاجينه انت بتعمل بس من السيرفكس. بابا نيكولاو سمير بابا نيكولاو ده كان ظريف جدا ده كان بيعمل التست دي على مين يا دكاتره؟ على مراته. ما كانش هيرضوا لا على مراته. يا نهار ابيض دي مراته دي كان المفروض تتكتب في كل البتوع مين واحده ست اصل هو كان بياخد منها ايه؟
سمير قبل السايكل وسمير في نص السايكل وسمير بعد السايكل وبتاع، وبعدين يديها ادويه وياخد تاني سمير، مين اللي هترضى تعمل كده؟ فهو كان بياخد السميرز وكان بيعمل الكلام ده على مراته. يا دكتور ازاي كده بقى اقول لها هي؟ هو دلوقتي السكريننج بروتوكول هيختلف. انا شلت ليجن مثلا، عملت توتال ابدومينال هيستريكتومي سواء كانت بيناين او بري مالجننت او مالجننت ليجن. كويس، شلنا ليجن يا دكاتره، بعد 6 شهور هنعمل لها، هناخد منها السمير، وعلى حسب نتيجه هذه السمير هيحدد لي السكريننج بتاعي هيبقى ايه. بمعنى ان انا لو لقيت ان هو الليجن بتاعي ده حاجه يعني حاجه محتاجه تريتمنت هكمل لها تريتمنت، لا حاجه لا مش محتاجه تريتمنت يعني، او يعني مش محتاجه ايميديت تريتمنت، يبقى هتعمل لها سكريننج بعديها امتى؟ بعديها بثلاث سنين ولا بعديها بسنه؟ هي اول مره بتبقى عايزين يعني عشان نبقى يعني، لانها بالنسبه لي هتعتبر لسه شويه هاي ريسك، ده انا كنت لسه عامله لها يعني سيرجري مش كده ولا ايه؟ فهو بعملها بعد 6 شهور، وبعدين بعديها بسنه، سنه من الست شهور يعني بعد 18 شهر. كويس، وبعدين بعد كده السكريننج بروتوكول بتاعها هيفولو على حسب، على حسب هي لو ريسك يبقى هتبقى كل 3 سنين، لو هي هاي ريسك هتبقى كل سنه. اوكي، يعني انا عملت اوبريشن فور ليجن خلاص، يبقى هعيد لها السباب سمير بعد 6 شهور خلاص، وبعدين بعد سنه من الست شهور دي لو لقيتهم ان هي خلاص دي لو ريسك ونيجاتيف وما فيهاش حاجه، يبقى هتكمل سكريننج بروتوكول كل 3 سنين، لو لقيتها لا ده دي هي هاي ريسك يبقى اكمل بقى سكريننج بروتوكول كل سنه. واتيفر بقى الليجن دي كانت سي اي ان او اه واتيفر الليجن، ما انت عشان كده بتبتدي بقى صفحه جديده اللي هو ايه، انا دلوقتي عملت لها بعد 6 شهور خلاص، لان انا خدت تريتمنت بعملها بعد 6 شهور، بعد 6 شهور ده بعديها اروح انا عامله عشان اكونفيرم القصه دي بعديها بسنه، يعني هتبقى 6 شهور بعدين 18 شهر خلاص. لو لقيتهم ان هي ماشيه ان هي حاجه لو ريسك يبقى بعد كل 3 سنين، لو لقيتها لا دي هاي ريسك يبقى بعد كل سنه. اوكي، واضح يا دكاتره؟ تست الانكولوجي بقى اللي هو 3، احنا لازم نمشي 8:30 ومن سكات وبسرعه، لان طبعا انتوا شايفين السيت اب بتاع القاعه مليانه اجهزه سونار بالملايين، ف يعني المفروض ان احنا نمشي، ما كانش المفروض ان احنا نبقى موجودين اصلا. ماشي، لان دي عهده وانا اللي هتحملها، لانه انا اللي فتحت القاعه مش انتوا. طيب 1C 1C 2B 3A 4B 5D 6A 7C 8F 9E 10E 11A 12D 13C 14B 15D 16A 16. طيب هو المنظر ده طبعا بتاع 2A واضحة يعني. ماشي، احنا انتي دلوقتي 48 years old woman present for her routine annual examination her pap smear with normal كان كلهم with normal she's mildly hypertensive on treatment for the examination with normal last pap smear revealed high grade hyzeal colposcopy direct biopsy كان فيها invasive cell carcinoma. يبقى انت خدتي عندها عملت لها colposcopy biopsy طلعت invasive cell carcinoma، تحبوا تعملوا لها ايه؟ هل موس ابروبريت نكست ستيب نعملها للعيانه دي؟ هل نعملها ميتاستاتيك ايفالويشن؟ يس، فيم ستيجنج عشان اكمل ستيجنج بقى مش كده ولا ايه؟ يعني ادايجنوز ادايجنوز لان كل الباقيين ثيرابي. ماشي، ادايجنوز الاول وبعدين بعد كده ابتدي تريتمنت. ف 16 ايه 17 سي 18 ايه 19 ايه 44 years old multiprous woman complaints of abnormal vaginal bleeding for 5 months duration per examination demonstrate small AVF uterus normal appearing cervix no adnexal masses pregnancy test is negative. يعني الابنورمال بليدنج ده مش نتيجه للبريجننسي، لان احنا اكتر ابنورمال بليدنج بيبقى يا اما كومبليكيشن بريجننسي كومبليكيشن تو كونتراسبشن، فهو لا مش بريجننسي. سيرفايكال باب سمير كانت نورمال، برولاكتين تي اس اتش كل الهرمونات بتاعتها نورمال، which is most efficient next step in evaluation. most efficient ايه؟ هو طبعا النكست ستيب هتبقى ايه؟ ترانسفاجينال الترا ساوند، والموست افيشنت البايوبسي، لان هي دي اللي كونفيرماتوري بقى لاي حاجه في اي حاجه. اوكي، طيب 20 بي 21 دي 22 سي
22 دكتور 58 years old develops postmenopausal bleeding. Endometrial bulge shows adenocarcinoma. She undergoes total abdominal hysterectomy, pelvic lymph node sampling. The final pathology shows tumor extending from the uterus into the cervix, but no other invasion. Lymph nodes negative. طب دي stage 8. ستيج ايه دكاتره حلها تو بس ليه ما نقولش انه يعني السيرفكس احنا في الكتاب كاتبين لنا انه لو في الاستروما او يعني انفيجن لو جلاندولار يعني فوق يبقى ستيج 1 تظل ستيج 1 لا لا باي ديفولت طالما قال لك سيرفكس باي ديفولت طالما قال لك سيرفكس يبقى ستيج 2 لو هو حدد لك بقى يبقى جلاندولار سيرفكس لكن نوت افكتنج ذا استروما لازم يقولها لك كده لان على طول الاندوميتريوم جاست ذا سيرفكس يبقى دي ستيج 2 لا ده بيزك كونسبت يا دكاتره ده بيزك كونسبت عشان كده قلنا ان ستيج 2 اندوميتريال كارسينوما ايكوال لستيج 1 كانسر سيرفكس مش كده ولا ايه لان كانسر سيرفكس لو هو ستيج 1 حتى لو الاندوميتريال انفولد هيفضل ستيج 1 فعشان كده كان ان السيرفكس ده مور سيفير او مور سيريس عن الاندوميتريال كارسينوما لان ستيج 2 اندوميتريال كارسينوما هي توازي ستيج 1 كانسر سيرفكس فهو طالما قال لك سيرفكس يبقى قصده الستروما على طول باي ديفولت الا لو هو حدد لك حاجه ثانيه لكن طالما قال لك لا لا بصوا اهو ده فكره ان هو ايه يعني احنا بنجاوب ايميديتلي لكن ترابينج بقى لا لا ده قصده الجلانجولر ما قصدوش الستروما ده عايز يوقعني لا حضرتك انت لو وقعت لوحدك هو قصده باي ديفولت اللي هي الستروما عادي ده رايح للسيرفكس ما قالكش اي حاجه غير انه رايح للسيرفكس رايح للسيرفكس في ستيج 2 ده طبيعي مش كده ولا ايه فهو دي ستيج 2 23 ايه 24 ايه طبعا الحته دي كلها ريكول 25 ايه طبعا بعد الكلمه دي مش ممكن حد يسالني حاجه 25 اي 26 بي 27 سي 28 اي 29 اف 30 جي 31 اي 32 بي 33 اي 34 دي 35 ايه نبص كده عليها قبل ما نقول ايه مش كده ولا ايه رايك ولا تحبي نقراها سوا لا مفيش احساس بصوا يا جماعه هنا مفيش احساس خالص الطب مفيهوش احساس لان لازم يبقى اون ساينتفك بيزس ما ينفعش تروح تقول لا اصل انا حاسس كده لا هو اون ساينتفك 1 2 3 واضحه الحاجات اهي هنطبقها الجوريزم زي ما هو نقراها ونطبقها الجوريزم زي ما هو بيقول لك 17 years old sexually active 17 years old دي هتبقى من الايدج صح هي ناحيه ايه ناحيه اللو ريسك ماشي 17 years old sexually active comes to your routine visit she has never had pap smear you provide counseling regarding contraception STDs and perform pap smear as insisted by the patient لان مش المفروض انك انت تبتدي pap smear معاها في السن الصغير ده بس هو تعملها لها الريزلت كانت اسكس يبقى اسكس to be treated as لوريس يبقى نعمل لها ايه واضحه وصريحه نشوف بقى ايه تراب هنا يعملنا طيب مفيش تراب مفيش تراب ليه فاكراها هاي ريسك حبيبتي ما هم كاتبين لنا سنها اهو ماشي فهي تعامل لاسكس معامله اللوريس هو عشان قالك سيكشوالي اكتف ما هي امال هعمل لها الفيرجن ما هي لازم هتبقى جايه سيكشوالي اكتف بس هي سنها ايه سنها 17 سنه او سنها 65 سنه خلاص هتبقى لوريس ماشي هو بيبدا من امتى يبقى يعني في العشرينات بقى يعني فاهمة يعني أول العشرينات هو ده اللي هتبقى يعني هي دي الماكسيم سيكشوال اكتيفيتي بتاعتها عشرينات وثلاثينات طبعا والأربعينات احنا فين 35 احنا انا رقم ايه 36 بي 34 دي 34 دي في مشكلة 34 56 years old female present for health maintenance examination history of total hysterectomy for benign lesion كان من 4 سنين pathology was benign and she had normal pap smear test for 10 years يعني كده ممكن تخرج لك من السكريننج بتاعك the patient asked him about regular pap smear most appropriate recommendation A يعني هي دلوقتي شايله اليوترس بالسيرفكس بكله يعني انت هتعمل pap smear على الفاجينا وكانت شايلاه فور روتين فور حاجه benign condition وقعدت تعمل 10 سنين اهو يعني 10 سنين هو ده اللي بيقول لك يعني حتى دي الديوريشن اللي موجوده عندكم في الكتاب نفسه اللي يقول لك بعد 10 سنين وكانت نيجاتيف يبقى هي كده مش محتاجه فولو اب او مش محتاجه تفضل موجوده في البروجرام بتاع الباب سمير او الباب سمير سكريننج بروتوكول فقعدت 10 سنين وما فيهاش حاجه الباب سمير يبقى كده نوت انديكيتد او ممكن تخرج من البروجرام بتاعك مش محتاجه انك انت تعمل لها فيرزر باب سمير ماشي 70 سنه ايه
ايوه 70 سنه لو فيها يوترس، الست دي شايلين لها اليوترس والسيرفكس يا دكاتره ماشي، يعني 70 سنه لو فيها يوترس وسيرفكس فاعمل لها كده، هي ما فيهاش يوترس وسيرفكس، هي عامله توتال هيستركتومي اصلا، فهي ما فيهاش دول، ده انت هتعمل على الفاجينا، والفاجينا اكتر مالجن اكتر كان في بيجي فيه سكندري منين ما متشال البرايمري، يعني مش ما فيش مش كده ولا ايه، ده البرايمري متشال، او يعني اللي هيجي منه برايمري اللي هو السيرفكس واليوترس متشالين فور بناين ليجن بقالهم 4 سنين، وانت بقالك 10 سنين عمال تفولو اب معاها ما فيهاش حاجه خلاص، فكده تتشال من السكريننج. الكتاب كاتب 70 سنه على واحده جواها يوترس، لكن هي دي واحده ما فيهاش يوترس، اوكي ما فيهاش يوترس. طيب 35 اي 36 بي 37 اي 37 5 سنتيمتر رايت اوفيريان سيست از فاوند انسيدنتال ان 22 ييرز اولد وبريجننت 12 اسبوع. موست لايكلي هتبقى ايه؟ موست لايكلي تبقى ايه؟ كوربس ريتيما بريجننسي، مش كده ولا ايه؟ كوربس ريتيما بريجننسي، واحده ست عندها حامل 12 اسبوع، حامل 12 اسبوع يعني لسه الباسنتا مش فورم، يعني ايه اللي بيمنتين البريجننسي بتاعها؟ الكوربس ريتيما لقينا فيها اوفيريان سيست، ايوه ما هي طبعا الكوربس ريتيما يا مدام مالها تكون ايه؟ موست لايكلي انها كده، هو بيقول لك موست لايكلي، مش ممكن تبقى حاجات باثولوجيكال اللي هي الدرمايد والكلام ده ماشي، بس ده اتس باثولوجيكال، لكن الفيزيولوجيكال الطبيعي الموست كومن الموست لايكلي ان هي تبقى كوربس لوتيم بريجننسي، الست حامل لازم يبقى فيها كوربس لوتيم، الا لو كانت بقى 22 حاجه اكتر من يعني باسنتا بقت فورمد قال ساعتها مش المفروض يبقى فيها كوربس لوتيم، لكن هي لسه فيرست ترامستريك ايه اللي هيمنتن البريجننسي بتاعها؟ هو الكوربس لوتيم بريجننسي، فلازم يبقى فيها كوربس لوتيم بريجننسي، مش كده ولا ايه؟ لا ما تبصليش باستغراب، بحس ان انا ايه لا أساس. انا اللي لا انا مش قصدي حاجه، بس انا قصدي طب ايه يبقى فيها كوربس ليتيم ولا ايه دكاتره؟ ده بيزك صح ولا ايه؟ تمام اصل يعني احنا دايما متعودين يعني احنا ايوه انتوا متعودين على الباثولوجي، انتوا متعودين انكم تطبقوا باثولوجي، ما تطبقوش فيزيولوجي، انكم انتوا دكاتره معظم اللي هتشوفوهم على فكره هيبقوا حاجات، ده من رحمه ربنا، ده والله ده رحمه ربنا، امال كل اللي هتشوفوا هيبقوا يعني ستات بستيج ما اعرفش كام كانسر؟ مش ممكن، يعني ربنا رحيم بعباده برضو، يا اما هتلاقيهم نورمال، يا اما حاجه فيزيولوجيكال، يا اما حاجه كومن انفلاماتوري بناين كونديشن، ده الطبيعي. فالمفروض انك انت تفكر في الحياه اللي انت عايش فيها، لان انت هتشتغل جي بي، انت مش يعني مش كده ولا ايه؟ واحده ست حامل 12 اسبوع ولقيت عندها اوفيريان سيست هتبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى كورس ده لازم يبقى فيها كورس ستيتين هو بسيط يعني. طب 38 ايه؟ هو اللي مش هاخد منك الورقه هو انا طلبت اسال لا ما ينفعش ارجع على 35 ارجع على 35 ليه؟ انا لا بجد والله ما احنا قلناها بالالجوريزم يا هدى، في ايه المشكله فيها؟ قولي لي ايه المشكله؟ مش هقراها تاني يعني، قولي لي ايه المشكله؟ هي طلعت ابنورمال سنير، يعني ما احنا قلنا اسكس، طب ما هي اسكس، ما هي ابنورمال سنير، ما هو الاسكس هتعمليها يا اما معامله اللايزيل او الهايزيل، ايوه هعملها ايه على حسب هي لو ريسك ولا هاي ريسك؟ طب هي الست 17 سنه اهي، يعني دي تعمل معامله اللورس اللي هي كده، انا لسه قايله نفس الريكوردر ده يعني نفسه مش كده ولا ايه؟ لو النبي ركزوا معايا في الامتحانات، ركزوا معايا في الامتحانات، عشان بالعكس انا لما بفت في الامتحانات انتوا بتتوهوا، فالامتحانات لازم تبقى كده الاجابات وتبقى على طول، لكن مش فت فيها بقى ونسيح الوقت، لان في الاخر هتنسوا هو عباره عن ايه، فالامتحانات لازم تبقى تو ذا بوينت كده، لكن ما تبقاش ان هو عمالين تسيح بقى في الشرح، ما انا ممكن اسيحكم معايا ونسيح كلنا مع بعض في الاخر تبقوا مش فاهمين بقى تعمل ايه، انا عايزاه حاجات تبقى تو ذا بوينت واضحه كده في دماغكم، بحيث ان هو لما تيجي تتطبق بالمنظر ده، ما يبقاش ان هو انا حسيت كده اصلها ممكن تبقى كده، لا هي واضحه بنمشي معاها اهي، وصلتنا لحاجه معينه ماشي. 38 اي 38 38 ماشي. 24 years old female present with abdominal discomfort beta HCG negative pelvic ultrasound 5 سنتيمتر ovarian occlusion cyst uniform يعني functional cyst. functional cyst معناها ايه دكاتره؟ ولا حاجه، ما بتعملهاش حاجه، هي هتنزل لوحدها، انت مش محتاجه تعملها اي حاجه خالص، يعني ممكن هو بقى يعني بعدين بعد كده بعد اسابيع كتير كمان مش الشهر الجاي، يعني بعد 3 4 شهور كده ممكن تجيلك تعملها التراساوند تتاكد ان هي راحت، لكن ولا محتاج تعملها اي حاجه خالص، ولا حتى تشومر ماركرز، مش محتاج تعمل تشومر ماركرز لو كانت باينه في الالتراساوند ليها حاجه من الساينز بتاعه الماليجنسي اللي هي ايه، فيها سيبتيشن، فيها بابيلي، فيها اسايتس، فيها سوليد اريا، فيها ايكوجينيستي، فيها حاجه، لكن ايكولوسنت وفله كده يعني ايكولوسنت سودا يعني ميه وما فيهاش ولا سيبتيشن ولا بابيلي ولا حاجه، يعني واضحه وصريحه ان هي فانكشنال سيست ما يتعملهاش اي حاجه خالص، هو بس فولو اب من غير اي حاجه خالص. اوكي فولو اب بالظبط. 39 بي 40 A 41 C
42 سي 43 سي 44 بي 44 بي 45 سي لا لا انا اسف 46 زي 47 سي 48 زي 49 سي 49 دكتور 52 years old woman comes to your office by complaining of vaginal bleeding. Her last bleeding episode was 2 years ago. يعني هي postmenopausal bleeding يعني. She's not on HRT. هي هيموجلوبين بتاعها كويس. TVS shows the uterus and annexa to be normal size. And endometrium بتاعها 11 ملي. نعمل لها ايه؟ endometrium biopsy. بس انا هسأل حاجة بس. لا يعني هي دلوقتي البيوبسي دي مش بنعملها اول حاجة في الكتاب كتبنا تفاصيل يعني. بناخد اول حاجه من السيرفكس بعد كده نعمل دايليتيشن وبعد كده ناخد انتيرور رول سيرو بول فاندس لا انت هتتعب قوي على فكره طب ماشي يعني بس يعني طب بمعنى ها انا معاك كلمه دايليتيشن اند كيوريتج دي دايليتيشن اند كيوريتج جاب لك سيره بايوبسي الكيوريتج ده كيوريتج يعني انا كحدت العيانه بعته بايوبسي ولا لا ما قاليش ساعات في الابورشن بنعمل دايليتيشن اند كيوريتج طبعا ده مش المفروض لان اي حاجه تشيلها من جسم الانسان لازم تتبعت فور باثولوجي بس ساعات اللي هو ايه ما هي باينه خالص او يعني انكمبليت ابورشن او كده بتلاقوا في البرايفت او اللي بيحصل كده لكن احنا في الاصل العيني ما بنعملش كده لكن كلمه دايليتيشن دايليتيشن يعني وسع كيوريتج يعني كحت فيها كلمه بايوبسي لا لكن كلمه اندوميتريال بايوبسي اندوميتريال بايوبسي واضحه وصريحه ان انا بعتها فور بايوبسي او فور باثولوجيكال اكزامينشن فكلمه اندوميتريال بايوبسي طبعا ادق جدا لان انا اللي بدور عليه هو البايوبسي وليس الكيوريتج طب كحتها وبعدين ما هو ما قالكش انه خدها بايوبسي مش كده ولا ايه يعني هو ده عمل دايليتيشن اند كيوريتج هل بعتها بايوبسي ما بعتهاش ده ايفن حتى في الفراكشنال كيوريتج اللي هو فراكشنال يعني اول السيرفكس وبعدين مش عارف اليوترس كده المفروض يقول لك فراكشنال كيوريتج طبعا هي فور باثولوجيكال اكزامينشن بس يعني هي لازم تبقى بعد كلمه كيوريتج يقول لك ان هي فور باثولوجيكال اكزامين الا لو ما لقيتش عندي اندوميتريال بايوبسي خلاص انا مضطر اختار الدايليتيشن اند كيوريتج على اساس هاسيوم ان هو هيبعتها باثولوجي لكن قدامي اندوميتريال بايوبسي قدامي دايليتيشن اند كيوريتج اختار مين طبعا بايوبسي لان هو ده الام بتاعي ان انا عايزه يبقى اندوميتريال بايوبسي هي دي البايوبسي اللي انا محتاجاها عشان اعرف الباثولوجيكال اكزامينشن بتاعها دي حاجات بيزك دي حاجات ايه اللي هي وهم بقى اللي هو ده ميه ده السؤال ده هديه الهدايا اللي هو لو جينا بنعمل احنا بنعمل ايفالويشن لكل سؤال ايه ايزي ولا مودريت ولا ديفيكول ده ايزي ايزي ده فيري ايزي ده في حاجات بكتبها في اي اللي هو فيري ايزي ده هحطه في اي مش ممكن احطه حاجه ثانيه مش كده ولا ايه لان ده بيزك كونسبت ما ينفعش ان هو يقول لك بوست منوبوز 11 ملي وما تقولوش اندوميتريال بايوبسي ده انت مش ده انت بتدور على كلمه اندوميتريال بايوبسي صح ولا لا يا دكاتره طيب 50 اي 52 years old menopause هو اللي زقني شهدين سيجي فور فاجينا بيدين فور 3 دايز ان ذا بريسيدنج مانث اند سينس شي هاز ديفلوبمنت هارت فلاشر يعني هي منوبوز في السن ده على طول بتبقى انت عايز تعرف هي منوبوز ولا مش منوبوز فخلاص هي منوبوز عشان تعرف تعملها معامله ايه فهي منوبوز وكمان ماشيه على اي ار تي You perform endometrial biopsy and the pathology report بتاعها طلع adenomatous hyperplasia with atypia. طيب adenomatous hyperplasia with atypia ده يعني هي المفروض كده الانسنس تورن مالجننت قد ايه؟ هاي اللي هو كام يعني؟ هو مكتوب في الكتاب رقم. ها؟ لو في واحد endometrial adenomatous hyperplasia يعني with atypia. يعني ادنومس يعني هي جلانس وزي كومبلكس 29% ده واضحه وصريحه هي عندها 29% ايزو تورن مالجنت ويتش اوف ذا فولوينج وود بي موست ابروبريت للعيانه تحب تعمل لها ايه ده انا بدور على كلمه هيستري صح ولا لا بقيه الحاجات ايه بقى كونفرت مش عارف اتش ار تي كونفرت ايه ديسكونتينيو استروجين ديسكونتينيو انت عايز تعمل هيستريكتومي ده هو الايزو تورن مالجنت فيها 29% مش كده ولا ايه دكاتره امال احنا بنكحتهم ليه عشان تعرف تكمل التريتمنت بتاعها ايه ايه بلان اوف مانجمنت بتاعك طلعت ان هي ايزو تورن مالجنت 29% وست من الكوزر اصلا خلاص يبقى هيستريكتومي صح ولا ايه ده بيزكس لا والله بجد اصل دي اساسيات دي بديهيات اساسيات صح ولا لا هو اللي زقني والله انا قلت ده مش سؤالك انا قلت ما تقعدش جنب احمد تاني 51 ايه انا انت بتنت 52 ايه احمد ما تدورش في البديهيات بجد اصل على فكره انا بقول لك على حاجه بما اني بديها دلوقتي الاندومتري بيوبسي ده مش في منها البيبل دي وبناخد منها مش يعني البيبل ده ايوه بمعنى اخر اللي هو انت عايز ايه يعني
عايز ايه منهم غير دي؟ يعني كلمه دايليتيشن اند كروتج هي اللي اخترتها يعني. لا دي مش صح, دي مش صح خالص, لان ده لازم اندوميتريال بايوبسي, ده لازم تاخد بايوبسي لكن تحت العينه وبعدين ده هو الاساسي البايوبسي. لا لا دي مش صح, مش صح, مش ان هي يعني ممكن تمشي, لا ما تمشيش. طيب 52 ايه 53 ايه, حتى كلمه دايليتيشن اند كروتج على فكره احنا بنطلقها اكتر على الابورشن, لكن لما نيجي نعمل يعني في الجاينيكولوجي لا بنقول بايوبسي بايوبسي, لكن دايما دايليتيشن او كلمه دي ان سي دايما بنطلقها على الابورشن او في الاوبستريكس, لكن حتى لو هتقول كلمه كراتج بتقول عليها فراكشنال كراتج عشان يعني تبين للي قدامك ان هو اتس فراكشنيتد كراتج فور بايوبسي, لان طبعا هتاخد فراكشنال كراتج ليه غير ان هو عشان تبقى فور بايوبسي. 53 ايه 54 دي 55 اي which of the following has the greatest effect on the relative risk for developing endometrial carcinoma. endometrial carcinoma هي عشان ايه الاندوميتريال كارسينوما بتبقى الايتيولوجي او ال استروجين هاي استروجين نالي بار عندها طبعا هاي استروجين او اكتر يعني ريليتيف يعني بروجستيرون انفيرتيليتي برده اوبيزيتي تمام هاي سوشيو ايكونوميك بوليسيستيك اوفري دي ما عندهاش دي ان اوبوزد استروجين مش كده ولا ايه؟ دي انا اوبوز استروجين ما عندهاش بروجستيرون فدي اكتر واحده فيهم طبعا كلهم ينفعوا بس اكتر واحده فيهم هي البي سي او لان دي ان اوبوز استروجين استروجين بس ما فيش بروجستيرون لكن بقيه الحاجات النالي بارتي ساعات استروجين وبروجستيرون على حسب السايكل خلاص انفيرتيليتي برده نفس القصه يعني لكن البي سي او البي سي او دي دي اساسيها هاي استروجين وما فيش بروجستيرون دي اكتر واحده ما بصوا يا جماعه احنا لازم يعني تبقى كلهم ينفعوا ما انا مش هجيب لك حاجات مش ريليتد ما هو لازم يبقوا الديستراكتورز دول ديستراكتور هم اسمهم ديستراكتورز يعني فان كلهم ينفعوا بس انت بتختار اكتر واحده تنفع اوكي 56 سي 57 ايه 57 ان روتين ييرلي اكزامينيشن اوف otherwise healthy 45 years old woman you know one centimeter erosive ulceration on the lower portion of the ectocervix which is what عايزين نعمل منها ايه بايوبسي على طول كده بابسمير لا طبعا في ليجن واضحه ما ده اللي كنا لسه بنقوله ليجن واضحه يبقى ناخد منها بايوبسي يبقى على طول عايز ناخد منها البانش بايوبسي ولا اعمل لها بابسمير ولا فايرال انا بدور اصلا على البانش بايوبسي ماشي لا دي مش ده نوع انك شلتي كله ممكن الست ما تحتاجش كل هذه الكونايزيشن يا جماعه يعني شلت لها كل السيرفيك بالدروباكس بتاعته بالفايبروزس بقى والدروباكس بتاعته لكن بانش بايوبسي انت شلتي الليجن اللي هي سنتي اشيل لها سنتي ولا اشيل لها كل السيرفيكس ايه رايكم طب ما انا ممكن اعملها هيستريكتومي مش كده ولا ايه يا جماعه احنا بنعمل اللي هي الحاجه اللي هي نيدد المينيمال بالمينيمال يعني انت بتدي حاجه انا محتاج كده بس ما انت ممكن تجو فور يعني تايم هيستريكتومي لا انا عايزه بس اخد بايوبسي من الليجن دي لكن مش عايزه اشيلها كل السيرفيكس ما هو ممكن ما احتاجش اشيله لها ممكن تطلع الليجن دي ما فيهاش حاجه مش محتاجه ان انا اكمل فور كونايزيشن اوكي طيب 57 اي 58 سي 59 اي 60 اي 30 years old female present to your clinic for follow up she recently needed a pelvic ultrasound وعندها 4 سنتيمتر right side ovarian cyst lesions هي سيمتوماتيك مصر برامي بنعمل لها ايه؟ ايه رأيكم يعني functional ovarian cyst بتعمل لها ايه؟ لا انت ريفالويشن انت عايز تعملي لها الترا ساوند عايز تعملي لها الترا ساوند امتى ده بعد 3 ل 6 شهور يا ده ممكن 3 شهور يعني مش محتاجه على طول لان دي فانكشنال سيست طب هي لو هي بوليكولر يعني خلاص هي شهر كام بصوا يا جماعه احنا محتاجين هنا يبقى في كلمه الترا ساوند لان انا هعمل ايفالويشن بايه بالالترا ساوند ايوه لان هي قالت لي 4 سنتيمتر نيكست مانث ري ايفالويشن ري ايفالويشن بايه بالاكزامينشن بس ما هو حتى كلمه ري ايفالويشن دي يعني يعني مش قايل لي الايفالويشن ده بايه وفي نفس الوقت انت مش محتاج الشهر الثاني على طول الشهر الثاني ده عشان يطمئن قلبك لكن مش روتين او بروتوكول او حاجه زي اللي هو البروتوكول اوف سكريننج انت المفروض البروتوكول اوف سكريننج ليها لا انت كويسه جدا بتسيب لها 3 شهور فرصه ان السيست دي تريزولف لوحدها لو ديدنت ريزولف افتر 3 شهور يبقى انت بتعمل لها تريتمنت طب افرض انا شفتها الشهر الجاي ولقيتها لسه موجوده هديلها تريتمنت لا هقول لها استناكي 6 ل 3 شهور لما يخلصوا يبقى انا كده استفدت ايه فاهمين ازاي انت كده كده مش هتاخد ديسيجن غير بعد 3 شهور لو السيست دي لسه موجوده اللي ممكن تدي لها بقى او سي بيز حاجه كده ان هي تسرع ان الفانكشن سيست دي تروح لكن انت خلال هذه 6 شهور انت مديها تشانس ان هي تريزولف لوحدها
فبالتالي انت مفيش حاجه تريتمنت هتعمله يعني، فكده كوست افكتيفنس انت ما استفدتش حاجه ولا العيانه استفادت حاجه، مفيش كلمه زياده انت قلتها لها غير السيس دي موجوده او السيس دي مش موجوده. ستيل انا محتاج في الحالتين اشوفها بعد 3 شهور عشان اتاكد اذا كانت السيس دي راحت خالص ولا لا لسه موجوده. بعد 3 شهور لو هي، لان انت بتديها تشانس ان هي ممكن تريزولف لك ده، دي فانكشنال سيستم مش خايفه من كومبليكيشن يعني، حتى لو فرقعت دي ميه، فبالتالي بتسيبيها لحتى 3 شهور لان هي ممكن قوي بتريزولف لوحدها، اكثر من 90% بتريزولف لوحدها. طيب لو هي دلوقتي السيس دي لسه موجوده 4 يعني شفتها انت بعد 3 شهور ولقيت السيس دي لسه موجوده تعملوا لها ايه؟ اوسيبيز. ما هو التريتمنت بتاع الفانكشنال سيستم هي اوسيبيز، هتدي لها تريتمنت اوسيبيز عشان تخاف ان هي يحصلها توشن هامرج، فاهمه ازاي يعني؟ فعشان كده تديلها اوسيبيز. طيب 61 سي 62 اي 63 سي 64 اي 65 سي 66 سي 67 دي 68 سي 69 اي 70 بي 71 سي 72 بي 73 اي 74 سي 75 اي 76 بي 77 اي 78 بي 79 سي 80 سي حد عايز 80 64 years old postmenopausal had recent ultrasound revealing 4 centimeter right eculocin cyst with no solid areas no free fluid left ovary is normal C 125 بتاعها كده بس treatment ايه يعني risk of malignancy index هنا ايه؟ ها الريسك اوف مالجنسي اندكس بتاع الست دي ايه كام؟ هو ايه الريسك اوف مالجنسي؟ لا لا ايه 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 الصحراء دي؟ سمعت عن الريسك اوف مالجنسي اندكس؟ ثلاث حاجات لا امتحان اونكولوجي بمعنى ان هو بيتعمل بعد مراجعه الانكولوجي. فايه هو الريسك اوف مالجنسي اندكس يا دكاتره؟ الريسك اوف مالجنسي اندكس اللي هو بيبقى ايه في ايه في ايه؟ سي اي 125 سي اي 125 الفاليو بتاعته بالظبط مضروبه في الالترا ساوند بيكتشر اذا كانت واحد ولا ثلاثه، واحد فيرسس ثلاثه مضروبه في بوست منوبوزل ولا لا، لو هي منوبوزل بتاخد ثلاثه لو مش منوبوزل خلاص. فانت عندك هنا السي وامتى بتقول الريسك مالينس اندكس عالي؟ اكتر من 200 كويس قوي. طيب هي منوبوزل اخذت ثلاثه الالترا ساوند بيكتشر بتاعتها ايه؟ لو هي فيها حاجه واحده كويس بتاخد واحد، لو فيها اكتر من حاجتين بتاخد ثلاثه. طب هي ما فيهاش اي حاجه اصلا، ده هي كلها ايكولوسنت وفله ما فيهاش اي حاجه، فهتاخد واحد. فهنا عندنا في الالترا ساوند واحد. طب وسي 125 بتاعها كام؟ دي لك فاليو. طب كده يبقى ريسك مالينس اندكس بتاعها كام؟ 15 دي 5 في 1 ب 5 في 3 يبقى ب 15، فريسك اوف مالجنسي اندكس بتاعها 15. طب يبقى كده المفروض ان هي هاي ريسك ولا لو ريسك ولا ايه؟ دي لو ريسك خالص، دي ما فيهاش حاجه الست. طب يبقى بعمل لها ايه؟ بس تريتمنت اوبشن هعمل لها ايه؟ هعمل لها ديسشارج فروم كير يعني ما حولها مش عايز اشوفك تاني، ولا هعمل لها لاباراسكوبي؟ لا طبعا مش هعمل لها لابراسكوبي، لابراسكوبي ده الريسك اوف مالجنسي اندكس بتاعها ما فيهوش. ريبيت الترا ساوند سي 125 بعد 3 شهور ولا ريبيت الترا ساوند سي 125 بتاعها بعد سنه ولا الترا ساوند جايد اسبيريشن؟ لا هو الطبيعي ان هو مش المفروض يبقى عندها سيست خلاص. فبالتالي انت محتاج تشوف السيست دي اذا كانت هترجع يعني هتريزولف ولا لا. فنفس اللي احنا قلناه بتشوف السيست دي بتريزولف ولا لا بعد 3 شهور. فانت بعد 3 شهور هتعيد لها تاني تي في اس عشان تشوف التي في اس بيكتشر بتاعتها اتغيرت ولا لا، وطبعا السي 125 عشان تعرف انت لسه في الريسك اوف ليتنس انس بتاعها اخباره ايه، فتقدر تبلان المانجمنت بتاعك. اوكي واضحه يا دكاتره؟ طيب
81 A 82 E. انتوا عارفين يعني ايه سنتينل لينف نود ولا بالظبط كده فيرست تو بي افكت ف 82 E 83 E 84 C 85 D 85 The risk of endometrial cancer is increased in the following condition. أشهر مان دي ما فيهاش اندوميتريوم أصلا عشان يطلع له كانسر ولا بهست ولا اهلر دانلس ولا لينش خالص. ما هو في لينش اهو مش كده ولا ايه؟ يعني حتى لو احنا مش عارفين الباقيين ايه بس اللينش ده مكتوب عندنا واللينش تايب 2 وكده بتاع الاندوميتريوم كارسينوما فاللينش موجود عندنا. يعني انا مش فارق معايا ان انا مش عارفه المارفان ولا الاهلر دانلس ده الريسك بالينسي بتاعه ايه بس عارفه ان اللينش ده اه فخلاص هختاره. 86 اي 87 بي 88 E 89 F 90 B 91 E 92 C 32 years old, fit well, new woman is using POPs for contraception, has recently diagnosed incidentally of 5.5 centimeter right ovarian cyst or OVM. طيب يعني هي functional cyst برضو. She's very anxious about the prospect of surgery. ما فيش surgery دي functional cyst. She has been risk assessed for venous thromboembolism at low risk of COPs. Best treatment for her ايه؟ تعمل لها ايه؟ ها؟ ولا حاجة ألتراساوند بعد 3 شهور مش كده ولا ايه؟ ما هو ما يقعدش بقى يقول لك ايه ممكن تاخد OCPs عمال يقول لك اديها OCPs وكده وانت اه خلاص اديها OCPs. لا هو بيقول لك كده ماشي بس هو بعد 3 شهور لو لسه ما راحتش اللي ممكن اديها او سي بيز بس ستيل البروتوكول اوف مانجمنت بتاعنا واحد اللي هو بعد 3 شهور ابص عليها بالالترا ساوند راحت لان معظمها هتكون راحت خلاص انا مش محتاجه حاجه خالص ما راحتش هو اللي ساعتها اديها او سي بيز لكن مش معنى ان هو قال لك في الستام بتاعك ان هي ينفعها او سي بيز فاروح مغيره بقى البلان اوف مانجمنت بتاعنا لا برده البلان اوف مانجمنت بعد 3 شهور هشوف لو لقيت السيس دي لسه موجوده ممكن اديها او سي بيز لكن غالبا هتلاقي ان هو بعد 3 شهور السيس دي ما بقتش موجوده فانت هتريبيت الالترا ساوند بعد 3 شهور عشان تشوف السيس دي موجوده ولا لا. اوكي 93 دي 94 93 ذا بريفيرد بيريد اوف انترفنشن اوفيرين الاوفيرين ماس يا دكاتره اوفيرين سيس لو انت عندك اوفيرين سيس مضطر تعملها محتاج تعمل لها سيرجري امتى تفضل تعملها السيرجري هل تحب في الفيرست ترامستر؟ لا طبعا ده كوربس ميتيل ده يعني ده انت ممكن قوي يحصل ديستربنس للبريجننسي في الفيرست ترامستر لان ممكن يكون الاوفر اللي انت بتشتغل عليه ده اللي هو فيه الكوربس ميتيل فتديسربت البريجننسي يحصل لها ابورشن. طيب هل بعد كده يعني اللي هو لما في الثيرد ترامستر بيبقى اليوترس كبر فالاكسس انك انت توصل للاوفريز دول بوستيرير هيبقوا ديب ان ذا بلفس واساسا البلفس ده اوبسكيورد باليوترس والكبر بتاعه فمش هتفضل برضو انك انت تشتغل في الثيرد ترامستر. احسن وقت نشتغل فيه هو السكند ترامستر عشان ما تبقى انت ضامن انه مش كوربس ليتيم او يعني حتى لو كوربس ليتيم خلاص البلاسنتا بتيك اوفر مش هتديسربت البريجننسي وفي نفس الوقت قادر تشوف كل البلفس قدامك لان اليوترس ما كبرش قوي خصوصا انه الريسك ان هي يحصل لها كومبليكيشن زي التورشن والهامرج وكده اعلى امتى في السكند ترامستر برضه في السكند ترامستر لان الفيرست ترامستر كله بلفيك اورجانز وفي الثيرد ترامستر خلاص اليوترس كبر فبرضه الموبيليتي قليله لكن في السكند ترامستر هو الماكسيمم ريسك اوف يحصل تورشن ويحصل فيها كومبليكيشن وهو ده فعلا التوقيت اللي كويس انك انت تشتغل فيه وهو التوقيت اللي ممكن يحصل فيه ماكسيمم كومبليكيشنز خلاص فانا هضطر اقف عند 100 على فكره يبقى احنا كده احنا في رقم كام 94 سي 95 اي 94 6 years old patient underwent total abdominal surgery for benign disease and found to have an esophagic 1 cm nodule in the upper vagina biopsies contained demonstrated adenoid carcinoma this is most likely ايه غالبا دي ميتاستاسيس مش كده ولا ايه يعني صعب قوي انها تبقى برايمري ليجن من الفاجينا اصلا الفاجينا البرايمري كانسر فيها هم القليلين قوي لكن الريسك اوف ميتاستاسيس هو اللي اعلى فدي غالبا ميتاستاسيس موجوده من ايه ميتاستاسيس من يعني ميتاستاسيس من واتيفر ممكن من اي حته تانية سؤال يعني بيناين يعني شالهم الحاجات دي شالها فور طب انت اخترتها ايه طيب يا احمد مش لازم برايمري احنا خدنا اصل ادينوكارسينوما يعني فاندا ادينوكارسينوما لو فاجينا تبقى اسكيما السيل كارسينوما عاده
الفاجينا بتطلع فعلا سكويمس سيل كارسينوما، عمرها ما هتبقى دي البرايمري، لان هو قال لك ادنو كارسينوما في دي لازم تبقى متاسس من حاجه، يعني لازم تبقى متاسس من حته ما. يعني قال لك كانت توتال ابدومينال ستريكتومي دي كانت بناين ليجن، بس لازم هيبقى فيه متاسس من حته ما هي اللي ادت، لكن دي مش ممكن تبقى برايمري. يعني لو كانت سكويمس كنت هختار برايمري حاجه. الحلقه بتاعي بقى. لو كانت سكويمس كنت هتختار برايمري؟ لا كنت هختار، لو سكويمس ممكن تختار برايمري، بس صعب قوي ان هي يجي لك سكويمس، يعني صعب قوي ان هي تبقى سكويمس. طيب طب انا ممكن اقف عند 94 لان انا خايفه ان هم يلغوا لي كده يوم الثلاث، معلش هقف عند 94 هنتكلم فيها المره الجايه عشان الناس بتاعه